بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم المهندس محمد شعلان من شركة عقارات للتطوير والتنمية، مقيم في المملكة العربية السعودية في جدة. طبعا راح نتحدث اليوم بإذن الله في ورشة عمل بعنوان بناء المستقبل الجديد باستخدام التحول الرقمي والصناعة الرابعة. أعرفكم بنفسي مبدئيا، أنا المهندس محمد شعلان، خريج الجامعة الأردنية هندسة كهربائية، ومعي ماجستير مهندسة الاتصالات برضو من الجامعة الأردنية. اشتغلت حوالي 10 سنوات في شركة سيتا اتصالات أنظمة الطيران ومطارات حول العالم، وإلى حوالي 10 سنوات أخرى الآن في المملكة العربية السعودية في شركة عقارات، اللي هم تقريبا الآن يعني مطور عقاري رئيسي في المملكة ومسؤول على بعض المدن الذكية وتطبيقات الأخرى. طبعا لي تخصص آخر في موضوع التحول الرقمي والتأليف في هذه المواضيع، وبشكل عام مهتم بهذه المواضيع من فترة، يعني بالإضافة إلى العقود الذكية والعقود المرنة اللي بشتغل فيها. اليوم رح نتحدث بإذن الله تعالى حوالي ساعة وربع عن بعض التفاصيل. طبعا في البداية بدنا نشكر الناس اللي استضافونا، اللي هم IEEE فرع جامعة الوقاء التطبيقية، فشكرا جزيلا وشكرا لكم لوقتكم لحضوركم أيضا معنا، وإن شاء الله أنه تكون الورشة مفيدة وبنحقق فيها الفائدة المرجوة من الجميع. البداية رح طبعا نتحدث إحنا، هذا المؤتمر بيجي طبعا مؤتمر عن بعد بعد جائحة كورونا، فبالتأكيد شيء أساسي جدا أنه نقوم بزراعة الأمل ونتأكد أنه إحنا فعلا ماشيين على الطريق بالشكل المناسب. بعدين رح نتحدث عن تعريفات معينة على Digital Transformation وإيش هي الصناعة الرابعة. بعضها ممكن نأخذ بعض الحالات دراسة، ندرس بعض الحالات خاصة في موضوع المهارات. أنا عارف جزء كبير من الناس الموجودين معنا من طلاب الجامعات، وبهمهم طبعا أنهم يبنوا مستقبل مهني جيد طبعا، وهذا واحد من الأشياء والبنود المهمة جدا في بناء المستقبل. بعد هيك راح نتحدث أنه ماذا لنا في هذا الموضوع، What's in it for me، يعني كل واحد طبعا بتسأل أنه أنا كيف ممكن أستفيد من هذا الموضوع، وبنتطرق في المرحلة الأخيرة إلى بناء رحلة رقمية ناجحة لو كنا شركة أو مؤسسة أو حتى شخص يطمح إلى أنه يبني شيء مؤسسي وجيد عنده في المستقبل. طبعا احنا خلال الفترة الماضية صار احداث كثيرة جدا، وصار عبارة عن تحول رقمي، وصار في يعني كورونا نفسه عمل تحديات معينة وبشكل كبير. طبعا فقدنا بعض الاحناس او بعض الناس صار عندهم امراض او صار مشاكل معينة، صار اغلاقات، بعض الناس اثروا ماديا، لكن ايضا كان هناك اشياء ايجابية. كانت عند بعض الناس هي فرصة للتعلم، فرصة لتطوير الذات، فرصة لزراعة الامل بين الناس، فرصة لنشر المعرفة. فهي طبعا فرصة لمراجعة الذات احيانا، انه انا طب مساري المهني وين، ايش اللي راح يصير معي بعد شوي، كيف ممكن اطور مهاراتي، اطور افكاري، اطور اشياء كثيرة عندي. فهذا طبعا جزء اساسي كان بيهمنا انه الناس يعني ياخذوه من التحول الرقمي او من فكرة اللي صار خلال الفترة. طبعا بالتأكيد انه كان يعني التكنولوجيا كان لها دور فعال جدا خلال فترة كورونا، لأنه ساعدتنا أن نطلب أغراضنا للبيت، ساعدتنا أنه نستكمل أعمالنا عن بعد، ساعدتنا في أشياء كثيرة جدا، وطبعا الآن هي مرحلة نستفيد منها ونبني عليها للمستقبل. طبعا البشرية مر عليها أمراض ومشاكل أخرى سابقة، يعني طبعا هون بنتذكر الحمى الإسبانية اللي هي كانت من 1918 إلى 1920 حوالي 3 سنوات يعني، وكان فيها مظاهر مشابهة جدا للمظاهر اللي عشناها إحنا خلال الفترة الماضية. كان شفنا الناس بيلبسوا الكمامات بشكل مستمر، كنا نشوف الناس في الباصات وماشيين وبيرشوا الباصات بعقموا الشوارع والباصات وغيرها، فهذا كله كان موجود. طبعا انتهت الحمد لله الحمى الإسبانية، وكان بعضها طبعا في فوائد جنتها البشرية بعدها. صار في قوانين جديدة للمدن، تصميم المدن، صار في قوانين جديدة للأعمال، صار في أعمال جديدة، صار في أفكار جديدة، وكل هاي الأشياء استفدنا منها بشكل مناسب والحمد لله رب العالمين. فطبعا كل نقطة فيها إيجابيات، لكن أيضا فيها سلبيات بيطلع فيها إيجابيات، هذا شيء اللي بنتوقعه دائما. اللي بيصير احيانا طبعا انه بعض الناس بيكون عندهم بيستنوا الصدمه حتى تجيهم، وبعض الناس بيكونوا اهيد اوف ذا جيم يعني. فطبعا احنا دائما بنحاول انه نكون اهيد اوف ذا جيم، نبدا نخطط لمستقبلنا حتى لو صار اغلاق في مره قادمه، حتى لو ما صار اغلاق كمان كيف ممكن نستفيد من التكنولوجيا ونستفيد من اعمالنا وننشر هاي الاعمال ونستفيد منها ونطور ذاتنا يعني بشكل كبير جدا. فاول شيء بنتحدث فيه طبعا انه كان في شركات دائما سباقه، وكان في افراد دائما سباقين. يعني إذا بنيجي نطلع هون على مقارنة بين شركتين، كثير منا بعرفوهم، بجوز بعض الناس نسوا الشركة الأولى حتى، هي شركة ديجيتال وشركة مايكروسوفت. شركة ديجيتال هي شركة كانت عريقة جدا طبعا في عالم الكمبيوتر، أسست سنة 1957، وما كان في عندنا أي شركة أو أي مكان إلا في
مؤسسة كبيرة إلا فيها حاسب ديجيتال. طبعا هاي فترة انقضت سنة 1998، الشركة هاي انتهت، وانتهت بسبب طبعا مش إنه التكنولوجيا ما خدمتها أو شيء، انتهت بأنه الرؤية اللي كانت موجودة عندهم كانت رؤية غير دقيقة، بحيث هم اعتقدوا أنه ما في داعي لأن نستثمر في سوق الكمبيوترات الشخصية، ما في داعي أن يكون كل إنسان عنده كمبيوتر، الكمبيوترات فقط ستستمر كما هي في الشركات الكبيرة في أماكن محدودة وبإنتاج محدود جدا. هذا كان تخيلهم، وللأسف هذا التخيل قضى عليهم، يعني بعد فترة واضطروا أنهم بال 1988 يغلقوا، في حين أنه كان عندهم بتلك الفترة 140 ألف موظف، ورقم كبير جدا طبعا بتلك الفترة. يعني بالعكس كان مثلا مايكروسوفت بيل جيتس لما أسس شركة مايكروسوفت كان عنده حلم بتحدث عنه، طبعا هو دائما في كل مكان بيقول انه كان عندي حلم ان يكون هناك كمبيوتر في كل بيت وعلى كل طاولة وعلى كل مكتب، وهكذا تحقق. واليوم بنشوف مايكروسوفت طبعا حققت ارباح ضخمة جدا، اليوم مايكروسوفت بال 2019 عدد موظفيها 150 الف موظف، اللي هو تقريبا عدد موظفي ديجيتال بسنة 1987 قبل 20 سنة، يعني حتى نعرف كم كان حجم ديجيتال كشركة ضخمة في تلك الفترة. لكن الرؤية الخاطئة احيانا هي السبب في انها تقضي على الناس. الآن طبعاً نتحدث عن تحول رقمي، نتحدث أنه بعد كورونا بنسمع كثير ناس بتكلموا عن أنه في طبيعة جديدة للأعمال، في دنيا جديدة رح تصير بعد كورونا، شو اللي رح يصير بعد كورونا؟ بالتأكيد أنه ما بعد كورونا ليس كما قبل كورونا. في بعض الناس مشوا من قبل يعني، وبدأوا يخططوا للمستقبل لأنه كان التحول الرقمي له تاريخ، يعني ليس هو شيء جديد أصلاً يعني، والثورة الصناعية الرابعة برضه شيء موجود، فبالتالي أنه بعض الناس بدأوا فعلاً من فترة. لكن بعض الناس يعني الآن بدأوا يعني هذا هو الوضع، إنه اليوم لازم أن نبني مستقبل جديد، وهذا المستقبل الجديد بالتأكيد راح يكون مستقبل رقمي. من الصعب أن نرجع بالطريقة اللي كنا فيها، ولابد أن يكون في تغيير، بدأوا الناس يتغيروا واليوم راح يستمر هذا التغيير. بعض الناس كانوا ينظروا للتكنولوجيا كانها السجن اللي عملتنا حواجز وحدود ومشاكل، وهذا طبعا بالتأكيد أي شيء يساء استخدامه قد يتحول إلى سجن، لكن بنفس الوقت هي اللي فتحت افاق ضخمه جدا للانسان يعني، واساعدتنا ان ننشر اعمال جديده وننشر فوائد جديده وكبيره جدا يعني. طبعا التغيير مستمر، يعني احنا بنتحدث عن التكنولوجيا، لكن التكنولوجيا وكل شيء فيه تغيير مستمر. يعني هاي الصور لو انا عرضتها مره واحده ولو عرضتها بالتفصيل ما كان حد حيعرف ايش الصوره الاولى. الصوره الاولى هي عباره عن اول ماوس انتجتها البشريه للتحكم في انه المؤشرات على الكمبيوتر والتحكم في النقاط على الكمبيوتر. هاي كانت أول فأرة، يعني أول ماوس للكمبيوتر أنشأت، كان هذا حجمها وهذا طريقتها في أول يوم. بعدين هذا بالحرب العالمية الثانية، انتقلنا بال 1964 واللي ننسب إحنا طبعاً أن اختراع الماوس الحقيقي إلى هذا التاريخ، لأنه قبلها كان استخدامات عسكرية. فال 1964 ننسب لها يعني اللي هو كان في بيل لابوراتوريز، مختبرات بيل للتكنولوجيا، صنعوا أول ماوس اللي هي إحنا بنشوفها عبارة عن علبة خشبية فيها عجلات عشان تتحرك، وفيها من تحت بعض العجلات عشان تحركها، وفيها كبسة فوق. هيك كانت الكمبيوتر، كانت الماوس. بعدين تغيرت الماوس وصار في عندنا ماوس شوي شكلها مربع مستطيل، لغاية ما وصلنا للماوس اليوم صرنا نتفنن كيف نعمل شكل الماوس ونعملها بالشكل اللي بدنا إياه بالشكل المريح وهكذا. فطبعا هذا هو التغير. الآن التغير شيء طبيعي ومستمر، لكن إحنا بنفس الوقت بدنا نحكي عن شيء أهم أحيانا من التغير، واللي هو الترانسفورميشن. الترانسفورميشن هو التحول، يعني تغير انه نحسن على شكل الماوس. الماوس بدات من الحرب العالميه الثانيه، طورنا عليها شوي 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 لغايه ما وصلت شكلها اليوم احسن من الشكل اللي كان فيه طبعا بالتاكيد بالحرب العالميه الثانيه من 1945، يعني من حوالي قبل 80 سنه مثلا. لكن احنا في حاله الترانسفورميشن في ان التكنولوجيا كثير تغيرت. يعني اذا بنطلع مثلا هذا التلفزيون للناس اللي بيتذكروه، بجوز بعض الناس حتى ما نسوا شكله، ونطلع كمان مثلا على التجميع المسجل مع التلفزيون بشاشه صغيره، مع تجميعات اشياء اخرى. كان في عندنا كمان مثلا هاي الاشياء، الكشاف، الساعه، التليفون القديم اللي عنده سلك، فكنا بنتذكر هاي الاشياء. طبعا كل هاي الاشياء اليوم انتهت يعني، وبعض الناس حتى ما بيعرفوها. يعني انا لو بسال اولادي بجوز اشياء عمرهم ما شافوها اصلا في هذا الموضوع، حتى احنا كطلاب جامعات ممكن بعضنا ما شافها. فاليوم هاي الاشياء كلها انتقلت واندمجت مع بعضها البعض في جهاز واحد مثلا اللي هو الجوال او اجهزه اخرى متعدده. فهذا اللي احنا بنحكي عنه انه هو ايش، نوع من التحول. احنا تحولنا إنه بدل ما كان عندنا أجهزة متعددة تؤدي لنا مهام متعددة بأشكال متعددة، استطعنا اليوم إنه نحول هاي الأشياء إلى جهاز واحد بكفاءة أحسن، بوضع أحسن، وبنفس الوقت كمان إنه يصير فينا مجموعة أخرى لسه أضفناها. يعني إحنا أضفنا مزايا وأضفنا
برامج اخرى واضفنا اشياء، وكل الاشياء اللي شفناها تحولت اليوم من جهاز مستقل الى تطبيق. طبعا هذا بنقلنا الى شيء بحب احكي عنه يعني، وهو مصطلح شائع اللي هو 6 ديز اوف اكسبوننشال، انه الحروف دي الستة باللغه الانجليزيه اللي هي كيف تتحول التكنولوجيا. اول شيء احنا نيجي نطلع عليه بنقول انه احنا في عندنا اي فكره من الافكار تبدا بفكره انها تتحول الى ديجيتايزيشن، يعني تتحول وتصير هي شيء بديجيتال بعد ما كانت انالوج. يعني اذا بنطلع هون احنا في الماوس شوي مثلا بنشوف انه كان في عندنا الساين ويف العاديه حولناها الى ديجيتال ساين ويف، وزي ما احنا شايفين كيف بتصير انه هي ديجيتال. نفس الشيء مثلا الصوره حولناها من صوره خطيه، صوره موجوده على الجدار او في اي مكان، الى صوره عباره عن صفر واحد وغيرنا عليها. نفس الشيء التكست حولناه من تكست مكتوب يكتب بخط اليد الى انه يتحول كباينري 0 1. نفس الشيء اي شيء اخر اشارات وغيرها، كل هاي الاشياء ساعدتنا. هذا بنسميه ديجيتايزيشن، راح حولنا الشيء من نمط الطبيعي اللي كان فيه الى النمط الديجيتال. وراها بنيجي نطلع على ديسيبيشن. ديسيبيشن انه احنا لما اخترعوا الجوال، الناس اول ما اخترعوا الجوال مثلا ديجيتال ما كان في اقبال كثير عليه، فكانوا الناس بيجوا بتطلعوا الديجيتال بدا يطلع بشكل محدود، بينما كان في تفوق للاجهزه المستقله. كان التلفزيون موجود، وكانت كان التلفزيون موجود والسماعه موجوده والكشاف موجود وهكذا. لكن بعد فتره فهذا اسمه ديسيبيشن، انه بدات التكنولوجيا تنتشر قليلا قليلا لغايه ما احنا طلعنا ونشرنا الثقافه الرقميه في هذا المنتج اللي كان اصلا ثقافه تقليديه. بعد شوي طلعنا وصار اسمه شيء ديسربشن. ديسربتيف او ديسربشن يعني انه احنا اخترقنا السوق. بدل ما كان الديجيتال، يعني نطلع على الكيرف اللي هون، بدل ما كان الديجيتال هو اللي جاي تحت زي ما في الرسم اللي قبل، صار الديجيتال هون هو الاعلى، صار تفوق هو في المبيعات وفي حجم السوق على الانالوج اللي كان اصلا في السوق من فتره طويله جدا. فاحنا هون صرنا في ديسربشن، يعني اخترقنا السوق ودخلنا السوق بديجيتال تكنولوجي. بعد شوي جينا نعمل ديمونيتايزيشن. ديمونيتايزيشن يعني صار انه اللي بيشتغل في الثقافه القديمه، اللي بيشتغل في التلفزيونات القديمه ما عنده اصلا فلوس يجيبها، لانه ما حد بطل يشتري منه، الناس كلها صارت انتقلت انها تشتري ديجيتال، وبالتالي اللي كان يبيع كمبيوترات بطل، اللي كان يبيع اقصد تلفزيونات مثلا قديمه، او كان يبيع كشافات، او كان يبيع ساعات قديمه، توقف صناعه او قل بشكل كبير جدا وهكذا. فبالتالي احنا تغير معنا الحال. بنيجي نطلع بعديها بنصير ديماتيريالايزيشن، يعني انه الحاله الجهاز اللي بطل عليه اقبال والناس بطلوا يشتروه، بطل انه اقدر اصنع منه واجيب منه فلوس، صار انه خلاص انا هذا راح ابطل اصنعه واحطهم كلهم في الجوال، وانا اعمل شراكه مع شركه ابل ولا نوكيا ولا غيرها بحيث اضع هذا التطبيق عندهم، وخلاص انا ابطل صناعه الجهاز كجهاز مستقل. فدي حتى انا حولته من جهاز مستقل دمجته في كتطبيق وانتهى وضعه. بعد هيك بصير عندنا احنا انه الديموكراتيزيشن، فهل التطبيق ينتشر؟ نبدا نبني عليه تطبيقات اخرى بنتشر بين الناس، نبني عليه اليات جديده واعمال جديده ونشاطات جديده. فهذا هو قصه التكنولوجيا، هذا قصه التحول في التقنيه، كيف تتحول. وهذا الشيء اللي احنا بنركز عليه اليوم، انه نعمل احنا منه فرصه، انه الديجيتال الان اعطانا افاق جديده. اي شيء اليوم في بالنا، اي شيء اليوم في مشاريعنا في حياتنا العاديه بامكانه يتحول الى تقنيه جديده ونستفيد منها ونبني عليها فكره جديده نستفيد منها. وفي عندنا مصطلح الاخر اللي هو مصطلح الديجيتال ديستربشن، يعني احنا اليوم نتوقع انه ما في اي شركه من الشركات الا ويتم عليها نوع من الاختراق، يعني بحيث انه والله كان في زمان شركات التاكسي مثلا اللي هي سيارات الاجره، سيارات الاجره كانت موجوده بشكل ما، اليوم هاي سيارات الاجره اختلفت وصار انه في عندك تطبيقات اوبر كريم فجاه اخذت السوق من شركات تكنولوجيا السيارات العاديه، وصار انه سوقها اكبر من سوق. وهكذا احنا نتوقع كل القطاعات، سواء كان قطاع عقاري، قطاع سيارات، قطاع صناعي، قطاع فنادق، كل القطاعات جايها يوم انه تدخل فيها التكنولوجيا. حتى مثلا اليوم نطلع على ابل مثلا عندهم، او مثلا فيسبوك عندهم فكره البلوك تشين وفكره الماني ترانسفير، يعني فصار بامكانك انت حتى تحولت الى بنك مثلا شركه ابل، وفي الاخر كانت شركه تكنولوجيا. فبالتالي كل صناعه من الصناعات نتوقع انه يصير فيها اختراق. فهذه فكره التحول الرقمي وفكره الديسربشن، انه كيف احنا نعمل هذا الديسربشن او هذا الاختراق خلينا نقول. اليوم طبعا يعني الشركات كان عمرها في الفتره الماضيه كان عمرها اطول، يعني احنا اذا بنطلع على الشركات اللي هي ال 100 500 شركه الكبرى بسموها، هاي الشركات كان بالعاده بالمتوسط سنه 1920 كان عمر الشركه حوالي 76 سنه،
وهذا العمر بدأ يتناقص اليوم، حتى صار عمر الشركة مثلا بال 1980 حوالي 25 سنة. أنا بتحدث عنها كشركة في الريادة، الشركات يعني تزول وتبعد من الريادة. وبعد هيك مثلا في 2010 صرنا نحكي عن 15 سنة، في 2020 نحكي أقل من هيك. بالتالي بشكل عام إنه الشركات صار عمرها أقصر، صار يطلع شركات ما كانت موجودة صارت تطلع معنا. يعني إذا بنطلع بنتذكر شركات زي راديو شاك، زي بلوك بلبستر، زي غيرها من الشركات، زي مثلا نوكيا. نوكيا يعني في سنة 2007 هذا غلاف مجلة فوربس بتحدث كان إنه عندهم مليار مشترك. فبنقولوا إنه إذا كان نوكيا عندها مليار مشترك، من يستطيع أن يغلب هذا الملك في تلك الفترة يعني؟ فطبعا اليوم زي ما شفنا في ناس استطاعوا انهم يغلبوا بسبب انهم تغيروا الحال وتغير التكنولوجيا واختاروا رؤيه صحيحه في التكنولوجيا. نفس الشيء مثلا تويز ار اس. تويز ار اس طبعا هي كشركه ام صار فيها مشكلات كبيره جدا، هي باقي بعض الفروع، لكن الشركه الام ولا تغيرت بسبب انهم ايضا ما ادخلوا التكنولوجيا. نفس الشيء مثل موضوع كودك. الكودك الجميع يتحدث عن كودك مومنت وكيف ان شركه كودك يعني تغير فيها الحال بشكل كبير وسبقتها شركات أخرى لم تكن أصلاً موجودة في تلك الفترة. إذا بنطلع اليوم على القيمة السوقية للشركات نلاقي إنه أمازون اليوم شركة فوق في شكل كبير، وهي بدأت أمازون طبعاً ويب سيرفيسز بدأت كشركة مكتبة. أمازون بدأت كمكتبة لكن يعني استفادوا كثيراً من الأمازون ويب سيرفيسز اللي هم بدأوا يبيعوا فيها الأشياء الأخرى بعض التطبيقات، حتى عندهم كلاود سيرفيسز وغيرها. نطلع على جوجل، نطلع على أبل، مايكروسوفت، غيرها من الشركات. كل يوم بنشوف شركة قيمتها السوقية بتزداد لأنهم عندهم فكرة معينة. وهي الشركات كلها عمرها قصير، يعني كل الشركات عمرها من 20 إلى 25 30 سنة بالكثير، ما في حد أكثر من هيك. فبالتالي الشركات عمرها كانت قصيرة حتى على مستوى الانتاجيتها وربحيتها وانتشارها، وهذا اللي كنا نتحدث فيه اللي هو انتشار الشركات التكنولوجية. يعني إذا نيجي نطلع على شركة زي إيكيا مثلا اللي هي تأسست سنة 1943، إيكيا لغاية الآن عندهم 415 متجر. وشوف حجم أعمالهم، يعني حجم أعمالهم بسيط جدا ونمو بسيط جدا في الأعمال. إذا بنيجي نطلع على شركة أعرق شوي منهم اللي هم شركة والمارت، شركة والمارت للتجزئة اللي هم زي شركات التجزئة كارفور وهكذا. فهم طبعا تفوقوا بشكل كبير ولهم فروع كثيرة جدا في الولايات المتحدة وحول العالم، بعدين بدأوا ينتشروا. عندهم 4000 فرع بهاي السنة كان في أمريكا لحالها، بعدين بدأوا ينتشروا عالميا صار عندهم 11000 فرع. لكن مع هذا شوف حجم إنتاجهم قليل مع أنهم شفت أسسوا سنة 1962. بنيجي نطلع على شركة زي علي بابا. علي بابا أسست سنة 2003، لكن مع استخدام التكنولوجيا والطرق التكنولوجية وهكذا بنتحدث اليوم أنه وصلوا إلى أرقام لم تكن أحد من الشركات التي سبقتهم منها وصلتهم بالمبيعات وبالهذا. فهذا اللي نحكي عن الاختراق، نحكي أنه الشركة تأتي من غير معروفة سابقا وتستطيع أن تسيطر. يعني علي بابا سيطرت فكرة البلاتفورم، هي لا لديها أجهزة ولا أي شيء، هي تبيع أجهزة الغير وتنظم أجهزة الغير. فهاي هي اللي بنتحدث فيها عن موضوع يعني التكنولوجيا وتغيرات التكنولوجيا. بنيجي نطلع طبعا هذا القطاع يعني زي ما احنا شايفين يصنع الفرص في كل مكان. يعني التكنولوجيا تصنع الفرص في قطاع الحكومة. نتذكر زمان كان لازم عشان تعمل اي شيء بدك تعمل تحول رقمي، بدك تروح مثلا كان تعمل جواز سفر لازم تروح توقف على الطابور فترة طويلة وتعمل وتنقص وهكذا. اليوم بامكانك تاخذ جواز سفرك من مباشرة من الانترنت ويجيك عندك على الحبل البريد او بغيره. أشياء كثيرة طبعاً خروج عودة بالنسبة لنا مثلاً كانت نفس القصة، اليوم تيجي إلكترونياً كثير من النشاطات اليوم هي نشاطات إلكترونية. نفس الشيء إذا طلعنا قطاع الفنادق مثلاً، الفنادق زمان كان لازم تروح الفنادق تختار فندق فندق وتشوف شو الفندق المناسب أو تنزل وتدور بالمدينة اللي بتسافر عليها. اليوم صرنا عن طريق بوكينج أو إير بي إن بي أو غيرها تحجز مباشرة بدخول أسعار أفضل وأمور أفضل. نفس الشيء بالنسبة لقطاع السيارات، نفس الشيء بالنسبة لقطاع التجزئة وهكذا حراج وسوق وغيرهم. نفس الشيء لقطاع الأغذية، يعني قطاع الأغذية في فترة كورونا استفدنا كثير جدا من وجود التجارة الإلكترونية في قطاع الأغذية مثلا، حتى أنه نستطيع تأمين أشياء مستلزمات كان صعب أنك تأمنها في خلال فترة الحظر أو وقت الحظر وهكذا. طبعا فبالتالي بنلاقي أنه حتى مثلا فيسبوك أو غيرها اللي هم اليوم صاروا شركة، يعني فيسبوك صاروا شركة إعلانات مقارنة بشركات الإعلانات اللي اليوم بنشوفها قاعدة تنكمش بشكل كبير جدا، والإنتاج الورقي وغيره من الإنتاج وهكذا. طبعا بنشوف انه كله الان يتغير وفي تغييرات جزء حتى يعني قطاع العقار او قطاع المباني. اليوم احنا يعني تعودنا خلال فتره ال 100 سنه السابقه على موضوع ناطحات السحاب. اليوم ناطحات السحاب مثلا زي هنا ناطحات السحاب اللي كان في الولايات المتحده من اشهر ناطحات السحاب اللي هي كرايسر بيلدينج اللي هي الاولى تعتبر في نيويورك. اليوم تغيرت وصار البناء الجديد كله بناء مختلف جدا، بناء ذكي، بناء مرن،
صغير مختلف، وبنشوف كل الهيد كوارترز اليوم بدأت تختلف. واليوم اللي بتابع امور العقار وبتابع هاي الاشياء بلاقي انه الان بدأوا الناس ينصرفوا عن ناطحات السحاب. ناطحات السحاب الان يعني مستقبلها بدأ يتضاءل الى حد كبير حسب ما بنشوف، يعني مقارنه بانه انتشار المدن الذكيه والمدن المستدامه واشياء اخرى بنسمع عنها. طبعا بلا شك انه يعني ليس كل الشركات بدات متاخره في التكنولوجيا، يعني احنا بنشوف انه بعض الشركات تبدا بتبدا في التكنولوجيا بشكل مبكر، تمشي بشكل مناسب. لكن بشكل كامل والشيء الواضح، وانا طبعا في عاده اني بحط المراجع دائما في البرزنتيشن عشان الناس اللي بتحب تستفيد انه ترجع تراجع هاي المراجع وتستفيد منها فيستفيدوا عن الموضوع مثلا. فاللي بنلاحظه انه الشركات بشكل عام هتحقق ارباح احسن وبتحقق نمو افضل لما تكون شركات تكنولوجيه، يعني سواء في حجم مبيعاتها فيها. فالشركات اللي بدات مبكرا في موضوع التكنولوجيا وبدات تنشر في موضوع التكنولوجيا بشكل مناسب وتستفيد من التحول الرقمي فعلا حققت انجازات جيده جدا. زي ما بنشوف هون مثلا نسبه النمو عندهم اكبر دائما، يعني نسبه الايرادات اكبر عندهم وهكذا. فلا بد كل شركه تبدا بشكل تختار الوقت المناسب، او فيش وقت مناسب يعني يجب ان نبدا اذا لم نكن بدانا فعلا، وننتقل بشكل تكنولوجي جيد جدا. يعني من الامثله مثلا ممكن نتطرق لها مثال جنرال الكتريك اللي هم طبعا كان عندهم سي او جيف املت. في هاي الفتره من 2000 ل 2017 قرروا رحله تحول رقمي كانت بالنسبه لهم رحله ضخمه جدا، يعتبروها اكبر رحله في تاريخهم عبر 140 سنه. انفقوا عليها اكثر من $1 مليار وصرفوا عليها طبعا عدد 5 سنوات وهم يعملوا في هاي رحله التحول الرقمي، حتى واستخلوا طبعا هم امازون، عملوا كل تطبيقاتهم على امازون كلاود وحتى ينتجوا رحله التحول الرقمي بكل اجزاء الشركه سواء من الاجزاء الوظيفيه، اجزاء المهنيه، اجزاء الصناعيه. فكانت رحله ممتعه وطويله. بحب يستمتع شوي في رحلات التحول الرقمي ممكن يدخل على دومينوز بيتزا. دومينوز بيتزا طبعا فرع الولايات المتحده بشكل اكبر، يعني عنده رحله تحول رقمي ضخمه جدا ممتعه جدا على اليوتيوب. لو دخلتوا كتبتوا دومينوز بيتزا ترانسفورميشن او ديجيتال ترانسفورميشن هتشوفوا مجموعه كبيره من الفيديوهات الجميله المنسقه على رحله التحول الرقمي في دومينوز. دومينوز كان عندهم مجموعه من الفضائح والمشاكل بال2010 تقريبا بدات معهم، وقاموا بتغيير اداره الشركه، جابوا مدير جديد، مدير تقنيات جديد، وقرروا انهم يبداوا برحله التحول الرقمي كانت بدات حوالي بال2010 2011. وبتلك الفتره طبعا كان حجم حصتهم السوقيه قليله، يعني اذا بنطلع هون على الارقام بنشوف انه كان حجم حصتهم السوقيه حوالي $8 مليار بال2013، بحين كانت بيتزا هات المنافس التقليدي لهم كانت $11 مليار او $12 مليار. خلال رحله التحول الرقمي هاي اللي مشوا فيها استطاعوا خلال من 2013 ل 2017 من 4 سنوات انهم يصير حصتهم السوقيه اعلى من بيتزا هات، بينما بيتزا هات تقريبا استقرت في مكانها ولم يتغير المنحنى بالنسبه لها بشكل كبير يعني خلال هاي الفتره. والسبب هو رحله التحول الرقمي. يعني من الامثله اللي ممكن نذكرها، وانا زي ما قلت ممكن نشوفها على اليوتيوب فيديوهات ممتعه، موضوع مثلا انك تطلب البيتزا من خلال تطبيق الجوال وذ زيرو كليك، يعني انت مجرد ما تفتح التطبيق بتطلب تلقائيا بتطلب البيتزا اللي انت بدك اياها. وهم يعتمدوا في هذا على تطبيقات الجوال واعتمدوا على الداتا اناليسس او تحليل البيانات، بحيث انهم لاحظوا انه البيانات بشكل عام انه معظم الناس بيطلبوا نفس البيتزا باستمرار، ما بيغيروا البيتزا اللي بيطلبوها. هو قال لك بدل ما انا اغلبك تعمل اكثر من حركه عشان تطلب البيتزا، لا بتطلبها بشكل مستمر. عشان يحسنوا الجوده والطعم اللي موجود في البيتزا عملوا هم قصيده اخرى اللي هي كانت انهم مثلا عملوا مجموعه من الالعاب الالكترونيه على الانترنت من خلال اب ستور ولا جوجل ستور ولا جوجل بلاي ولا غيره، تشتري هاي الالعاب وتستطيع انك انت تصمم البيتزا الخاصه فيك. فكان الناس بداوا يصمموا البيتزا الطعم الخاص فيهم، وكان عندهم آلية إنه أي شخص يعني بيحقق خلطة جيدة بعطوه البيتزا مجاناً، وإذا حقق مجموعة كبيرة من الخلطات ممكن إنهم يوظفوه بالشركة. ويعني من قراءاتي في هذا الموضوع مثلاً حولوا هم حوالي 700 شخص وظفوهم في الولايات المتحدة عن هذا الطريق، إنه بعد ما هو صمم خلطات بيتزا جميلة. يعني طبعاً عملوا تطبيقات توزيع بالروبوت وتوزيع بالسيارات الأوتونوماس، وعملوا كثير من التطبيقات يعني اللي أفادتهم وغيرت سمعة الشركة بشكل جيد وكبير جداً. هاي من أمثلة يعني عملية واقعية موجودة ولها مراجعها على الإنترنت، زي ما قلنا ممكن نشوف مجموعة فيديوهات جميلة. عشان هيك طبعا لازم نميز ما بين التحول والتغيير.
يعني كان بامكان بيتزا او دومينوز انهم يجوا يغيروا شوي في طعم البيتزا وشويه اعلانات في الجرايد وغيره ويقولوا احنا تغيرنا، وبناء عليه يتوقعوا ان هم تحولوا وصارت الشركه مختلفه، لكن هم ما كان هذا هو التغيير. التغيير عاده ياتي بافكار جديده بابتكارات، هم لهذا ابتكروا انه يكونوا تطبيقات جديده، اوتونوموس كارز، توزيع بالروبوتس، توزيع بالسياره بالدرونز، الطائرات المسيره، فعملوا ضجه كبيره وعملوا حركه كبيره وصار في تغيير جوهري. وهذا المثال اللي احنا نضربه دائما على موضوع مثلا كمان اوبر او كريم. يعني اوبر او كريم في الاخر هم شركه تكنولوجيا مش شركه سيارات، واستطاعوا بفكره تكنولوجيه وبابتكار انهم يخترقوا سوق قطاع ما كان حد يفكر انه يستخدم تطبيق عشان التوصيل، فاليوم هم فكروا بهذه الطريقه واستخدموه. فهذا هو الاختراق، هذا هو التغيير، او هذا هو التحول. فبالتالي دائما احنا نضرب مثال بالفراشه والافعى، يعني الافعى بامكانها تغير جلدها، هذا بنسميه تغيير لانه هي بتغير جلدها فقط لكن القالبها وكله كما هي، بينما الفراشه تتحول فعلا، هي بتكون من شرنقه لدوده لفراشه لفراشه يافعه، فبالتالي هي تتحول يعني تتغير بالكامل كل ما فيها. فاحنا دائما في التحول الرقمي بنركز على التحول، بنركز يكون في عندنا فكره ننطلق منها ونعمل فيها شيء ومستقبل جديد. بحب اركز على المصطلح طبعا على التحول الرقمي، انه اول شيء احنا عندنا هو رحله التحول الرقمي. رحلة التحول الرقمي هاي تعتمد على التكنولوجيا عشان تؤدي خدمات جديدة لقطاع الأعمال، لأنه التحول الرقمي ليس شيء يخص التكنولوجيا فقط وإنما يخص الأعمال بشكل كامل. طبعا التحول الرقمي ليس الأول من نوعه، ولهذا احنا نستخدم مصطلح الثورة الصناعية الرابعة أو إندستري 4. طبعا مر على البشرية عديد مراحل كثيرة من التحول، يعني الناس في التاريخ بتذكروا سنة 1900-1700 مثلا. في 1700 كان هناك ما يسمى باختراع البخار. اختراع البخار عمل ثورة صناعية هائلة، انه صار في عنا عضلات، بدل ما انه كنا نجيب مجموعة من العمال عشان يعملوا نفذ عمل معين، اليوم صرنا نقدر نستغني عنهم بانه نحطهم ماكينة بخارية تنتج لنا طاقة، تشغل مصنع، تمشي قطار، اشياء كثيرة. هاي كانت ثورة صناعية ميكانيكية قوية. بال 1800 بدخلنا على خط الماس برودكشن، صرنا نعمل الثورة الصناعية الثانية بسموها اللي هي Second Industrial Revolution، اللي هي بدأنا نصنع Mass Production. يعني زمان مثلا فورد كانت تصنع سيارات، مثلا كان أنا بدي سيارة كنت لازم أروح أطلب سيارة وأحدد المواصفات وتجيني بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة تجيني السيارة. فهذا طبعا كان عامل محدودية في سوق السيارات، يعني عدد قليل من الناس راح يشتروا سيارات لأنها مكلفة تأخذ وقت. بعد شوي صار مثلا اللي هي فكرة فورد كانت اللي هو صنع ماس برودكشن، يلا انا خليني اصنع الاف السيارات وخلي الناس يشتروا سيارات جاهزه، عنده 10 موديلات صنعهم حطهم في المعرض، واللي بده سياره بيجي بلاقي سياره جاهزه باخذ مفتاحها وبيمشي. فهذا كان اللي هو ماس برودكشن، هي الثوره الصناعيه الثانيه. جينا على الثوره الصناعيه الثالثه اللي بدانا نستخدم فيها التكنولوجيا، بدانا نستخدم فيها المايكرو بروسيسرز للتشيبس، الاشياء هاي اللي كانت في 1900 يعني 1900 ل 2000 تقريبا بدانا احنا نستخدم التشيبس بشكل ما. اليوم بالثوره الصناعيه الرابعه احنا في عندنا وضع مختلف، وفي عندنا بدأنا نستخدم عقل اضافي، يعني بالاضافه للعقل البشري اللي احنا مستخدمينه في تشغيل هاي الالات خلال الفترات الماضيه، بدأنا نضع عقل جديد من الذكاء الصناعي من الحسابات السريعه، فبالتالي صارنا نقدر نستطيع نعمل افكار جديده وتغييرات وتطويرات واشياء جديده. هاي الثوره الصناعيه الرابعه. طبعا هذا مقوله لاندرو مكافي. اندرو مكافي هو من الناس المؤثرين في موضوع التحول الرقمي، هو يتحدث انه الثورة الصناعية الرابعة او ديجيتال ترانسفورميشن هو اعطى قوة اضافية للعقل البشري، كما اعطت المحرك البخاري قوة عضلية للانسان او لعضلات الانسان. فهذا طبعا بالضبط هو، وهو يتحدث ايضا انه التحول الرقمي رحلة، وليس لا احد يستطيع التنبؤ الى اين نصل. يعني في التحول الرقمي تكنولوجيا تمشي، تكنولوجيا تيجي تروح وهكذا. فبالتالي يعني هون بقول انه المستقبل غير مضمون 100% ماذا سيحصل، لكن بالتاكيد انه في مستقبل مشرق قادم باذن الله، لكن في تغييرات ما بنعرف كل التفاصيل اللي راح تصير فيه. طبعا من الثورات الصناعيه الرابعه او يعني التكنولوجيا التحول الرقمي ما يميزه هو موضوع كسر الحواجز. يعني كسر الحواجز، يعني بالسابق كنا نشوف مثلا شركه البنك مستقل، شركات السيارات مستقله، شركات اليوم صرنا نشوف انه السيارة داخل فيها تكنولوجيا بشكل كبير جدا، ما صار في استقلالية في الشركات. البنوك صارت فيسبوك تقدر تنافس تكون بنك في المستقبل، قبل كذلك. فالأمور صار في تداخل، هذا على مستوى النشاطات، مستوى النشاطات الصحية مثلا، اليوم في تطبيقات صحية موجودة على جوالاتنا وكذا تشغلها شركات تكنولوجية. بنفس الوقت على مستوى هذا مستوى الشركات،
لكن لما نيجي حتى على مستوى داخل الشركه، اقسام الشركه، زمان كان في عندنا قسم مستقل للماليه، قسم للتكنولوجيا، قسم للمشتريات. اليوم هاي الاقسام صارت تندمج في بشكل ما، بحيث انه عندنا اليه عمل هي التي تحدد مسار، وليس لانه المنتج اليوم، لان لو رحت على الصراف الالي وحاولت اسحب فلوس وما استطعت اسحب، هل هي مشكله تكنولوجيه ولا مشكله اعمال؟ هي مشكله اعمال. فبالتالي لهذا السبب انه احنا بنشوف انه احنا اليوم بامكان يعني تداخلت الامور بين ادارات الشركه من ناحيه، او بنفس الوقت ما بين الشركات والقطاعات. وهذا طبعا هذا صنع لنا فرصه انه احنا بامكاننا نشوف اللي بتغير. طبعا حتى الحج سبحان الله هذه السنه كان في انا نتعول يعني نعتبر نوع من التحول الرقمي في الحج. يعني اولا احنا بنشوف الناس كانوا متباعدين، فكانه يعني نقاط متصله ومنفصله، يعني كما زي ما بنشوف الديجيتال. بنفس الوقت طبعا كان في عدد كبير جدا من التقنيات اللي استخدمت في الحج هذا السنه، وان كانت مخطط انها تستخدم من قبل، لكن السنه كان قصار في تجربتها. يعني منها مثلا الكاميرات ثلاثيه الابعاد اللي بتعرف على الوجوه، بحيث ان هم باستطاعتهم يشوفوا يقرأوا منه الوضع الصحي لهذا الشخص، مثلا يشوفوا حركه بعض الناس، يشوفوا الحشود، يراعوا وين الحشود بتتحرك، وين بتروح، وين بتيجي. كان في عمليات التعريف بالناس بشكل ما، كان تطبيقات عشان تضبط التباعد الاجتماعي ما بين الناس. فكان في كثير من الاشياء اللي تمت بشكل مختلف هذا السنه او في الحج. وطبعا كل القطاعات الان يعني تدخل فيها التقنيه بشكل مختلف وكبير. طبعا بدنا نرجع ناكد على موضوع التحول الرقمي، هو رحله نستخدم فيها التكنولوجيا، نستخدم فيها خبراتنا السابقه، ونبني مهارات جديده عشان نستطيع انه نعمل مستقبل جديد. هذا طبعا فكرتنا في التحول الرقمي بشكل اساسي. طبعا في شيء قد يكون بعض الناس يعني بتوقعوا او بتسالوا دائما فيه، انه هل التحول الرقمي هو نفسه تكنولوجيا المعلومات؟ يعني هل انا لازم اروح اجيب فريق التقنيه اللي عندي في الشركه مثلا واقول له والله يا جماعه تعالوا بدنا نعمل تحول رقمي وانتم مسؤولين عن التحول الرقمي؟ طبعا بالتاكيد هذا شيء خاطئ تماما، يعني لان التحول الرقمي ليس هو تكنولوجيا المعلومات. تكنولوجيا المعلومات حتى نفسها اليوم تتحول وتتغير، بس يعني بحيث ان تكنولوجيا المعلومات هي جزء من التحول الرقمي، لكن في تداخل اليوم بكل النشاطات. وانا في التحول الرقمي هدفي اخدم الاعمال، هدفي اعمل نشاطات جديده. يعني اوبر في الاخر تدير شركه، تدير عمليه تاجير سيارات، فهم عندهم نشاط تجاري بالرغم من انهم شركه تكنولوجيا. هنا يتداخل عمل الناس الفنيين التقنيين والناس الاداريين والنشاطات الاخرى. دائما بنقول انه اي رحله تحول رقمي حتى تكون رحله ناجحه لابد انه يكون اداره الشركه، المدير التنفيذي للشركه هو من يدير رحله التحول الرقمي. يجب ان يكون اولا مؤمن برحله التحول الرقمي، وثانيا انه يستطيع ان يدير هاي الرحله. يعني اذا ما صار هذا الكلام يعني نيجي على الاي تي ونقول لهم يا جماعه اعملوا رحله تحول، راح يكون في فشل، لانه ما حد يستمع لهم بالشركه. فراح يقدر يعمل افق جديد، نشاطات جديده، اهتمامات جديده. فهو عمليه تداخل، لازم نفهم البزنس، نبني له خطه مناسبه ونبني عليها ونشوف شو التقنيات اللي بتساعدنا في هاي الخطه، وبناء عليها نستطيع انه نعمل رحله تحول رقمي. طبعا احنا شفنا يعني انه في فتره الكورونا الناس بشكل كبير جدا بدأوا في استخدام التكنولوجيا. بعض الناس المتشككين في استخدام التكنولوجيا استخدموها على غفله، فجاه اضطروا لقوا حالهم في البيت، مضطر يشتغل من البيت. بدأوا فرق الاي تي يحاولوا يشتغلوا، يدوروا امن واساليب معينه، يوصلوا الناس، يشغلوا الناس وهكذا. لكن هذا كان فرصه انه نثبت تقدير ان الناس بقدره التكنولوجيا على مساعده الناس باشكال مختلفه باماكن مختلفه وهكذا. يعني طبعا زي ما شفنا احنا اليوم في ان احنا 80% من شركات العالم تفكر في تسريع عمليات التحول الرقمي والاتمته، طبعا باشكال مختلفه. لكن مثلا بنشوف قطاع الفاينانس من القطاعات الرائده في الموضوع، بنشوف مثلا كونسيومر برودكتس يعني شويه مش ماشي بشكل جيد. لكن بشكل عام طبعا بعض الشركات اللي ما تقدر تمشي في رحله التحول الرقمي راح تضطر للاسف بعد فتره بالاغلاق، والشركات الناجحه هي اللي راح تستمر وتمشي معنا. طبعا الجزء الاخر يعني احنا هون تقريبا حولنا نتعرف على التحول الرقمي بشكل عام، ايش هو التحول الرقمي، شو الافكار اللي فيه بشكل اساسي نعرف فيها. بعد هيك راح نبدا في رحله اللي هو ما هي الفرص الموجوده في التحول الرقمي. يعني احنا بدانا في البدايه وكان هدفنا نزرع انه في فرص قادمه من التحول الرقمي لنا احنا كافراد، لنا كحكومات، كشركات، الجميع ممكن يستفيد من التحول الرقمي. فبنحاول نشوف وين الفرص اللي احنا فعلا ممكن نستفيد منها ونحققها في رحله التحول الرقمي بشكل ما.
طبعا انا بركز انه التحول الرقمي بناء مستقبل جديد. كل شخص يجب الان ان يفكر كيف بدي ابني انا المستقبل بالنسبه لي، سواء كان طالب او كان موظف او كان شركه او اي شيء. وهذا المستقبل طبعا اليوم بنركز فيه وبنفكر فيه بحيث انه اول شيء مبني على اساس تكنولوجيا. اليوم اي فكره بنبنيها لابد تكون مبنيه على اساس تكنولوجي، وبعد هيك تكون مسؤول الكاستمر سنتريك، يعني يكون في هدف إلها، هدف في إلها زبون متوقع الناس يستفيدوا منها ويستمروا معها ويواكبوها، لأنه غير هيك الأشياء والنشاطات ما راح تقدر تمشي تستمر. طبعا بعض الناس يعني بيشككوا، لسه لا يزالوا يشككوا في موضوع التحول الرقمي، لكن احنا قلنا انه لابد انه يكون في عملية تحول، يعني ان نمشي بالسرعة الطبيعية لن تصل بنا الى ان نستخدم تكنولوجيا رائدة او نستخدم تحول رقمي. لماذا؟ لانه التكنولوجيا نفسها ماشي بسرعة اكبر من ما تمشي فيه ثقافتنا، او مما بيمشي فيه مثلا السياسات اللي والاجراءات والقوانين اللي تتشرع، او حتى تفكيرنا احنا، يعني كان والله قطاع الاعمال اطور شوي احسن. فبالتاكيد انه التكنولوجيا تمشي بسرعه اسرع. السرعه هاي معناته تجبرنا انه احنا نمشي ونحاول نحط خطه وطريقه واليه ونفكر فعلا في رحله التحول الرقمي. يعني مش راح تمشي الامور لتحول رقمي اذا احنا ما استهدفنا هذا الموضوع وخططنا ومشينا وهكذا. هي الرسالة، لابد يكون في عملية تحول بشكل إجباري. الفرصة طبعا اللي احنا ممكن تنشأ عندنا هي فرصة اللي احنا بنسميها في الفاليو ديكونستراكشن. فاحنا طبعا يعني اللي بنفكر فيه بالشكل التالي، انه زمان كان في عندنا مثلا الشركات الكبيرة تأكل السوق. يعني لو كان بدك عندك طائرة مثلا وعندك عجل طائرة، بتشوف انه عجل الطائرة هذا لابد انه يجي تروح على بوينغ عشان تجيب من عندهم عجل. اي قطعه بدك اياها لازم ترجع لبوينغ. في شركات في مواضيع التكنولوجيا كان اس اي بي واوراكل وغيرهم، لابد تروح على اس اي بي ولا اوراكل عشان تشوف اي قطعه بدك اياها تشتريها من عندك او كذا. اليوم هذا الوضع طبعا اختلف، الان صار في مجال انه القيمه انت تقدر توزعها على عده شركات، بحيث انه كل شركه من هاي الشركات بامكانها تضيف قيمه معينه او تضيف شيء معين، وان كل انسان يختص ويشتغل في المجال اللي هو بيختص فيه بالشكل المناسب. فبالتالي هذا صنع فرصة انه اليوم انا الشركة هاي اللي كانت شركة تشتغل في كل شيء، اليوم صار بامكاني انا انافسهم في جزئية معينة، انا انافسهم في قطعة معينة. كنا بنشوف تطبيقات، اليوم انا بشتغل تطبيق جديد ببرمجه وبسجله، بعد فترة بتيجي مايكروسوفت تشتري مني، بقدر ابيعه لعدة شركات وهكذا. فصار في عندنا سوق انه انا بامكاني استفيد من اي خدمة اقدمها من اي آلية، واعمل فكرة جديدة واعمل طريقة جديدة وعمل جديد. فهذا طبعا اللي احنا دائما بنحاول نوصله، انه اليوم صار في فرصه لكل واحد، صار في فرصه للشركات الصغيره، للشركات المتوسطه، للشركات الكبيره، حتى للافراد. يعني الافراد بيحاولوا انهم يشتغلوا ويجتهدوا، اكيد بلاقي فكره بامكانه يبني عليها. عشان هيك احنا بدنا نفكر اليوم، يعني بعد ما نتخرج من الجامعه، انه ما نستمر كموظفين، يعني ممكن نستمر انه نشوف لنا اسلوب اخر للحياه والتطور، خاصه انه الحدود بدات تتضاءل. يعني اليوم بامكانك تشتغل اوف وركر في مكان ثاني في اي بلد ثاني وهكذا. طبعا احنا بنشوف البرمجه وغيرها بتمشي في بلدان متعدده. بنيجي نطلع على مثلا هذا طبعا كمان بنستخدمه احنا في الفاليو تشين. يعني بصراحه انه اصفى الان انه اي شخص بامكانه انه تو فاند ا فاليو، يعني انا بامكاني اخترع فكره جديده وهاي الفكره تجيب لي مبلغ كويس واسوقها وامشي فيها. مثلا من الامثله على هذا، يعني في الولايات المتحده شركه اسمها 1 دولار شيف كلب. هاي دولار شيف كلب هي عباره عن شركه بدات فكره انها تسوق منتجات الحلاقه توصلها للمنازل بشكل يومي بدولار، دولار في اليوم يعني، وانت تشترك معهم وهم يوصلوا لك هاي المنتجات. طبعا يعني فكره بسيطه جدا، جابوا منتجات سهله ورخيصه لكن جودتها معقوله وجيده، واستطاعوا بهاي الفكره خلال سنه واحده من عملهم بالسنه الاولى انهم ياخذوا 9% من حصه جيلت اللي هي طبعا عملاق ماكينات الحلاقه في العالم بارباح بالمليارات. فطبعا هاي من فكره بسيطه استطاعوا انهم ينشئوا فكره. فهي الفكره انه انت تاخذ جزئيه معينه تبني عليها فاليو، تبني عليها قيمه. طبعا هذا احنا صرنا نطبقه الان في مشاريع المدن الذكيه مثلا، نفس الشيء. انا بدل ما اتعاقد مع مقاول او مقاولين في المدن الذكيه يكون مقاولين رئيسيين، اليوم صرت اتعاقد مع 20 مقاول، كل مقاول بيقدم لي خدمه معينه. واحد بيقدم لي إنارة ذكية، واحد بيقدم لي أجهزة طاقة، واحد بيقدم لي سمارت واركينج، واحد كل واحد بيقدم لي شيء معين، وفي الآخر أنا مسؤول على هاي المدينة وهاي الطريقة وهكذا. طبعا هذا بتطلب مهارة اللي هو احنا بنسميها to be agile، انك تكون مرن،
انك تستطيع التعامل مع المنحنيات. التغيرات اليوم كثيره، حتى في ازمه كورونا بعض الناس استفادوا. ليش؟ لانه هي قدرتك في التعامل على المتغيرات، انه انت تشوف كل وين الفرصه، كيف تصنع الفرصه من كل شيء. وهذا الحد الكل بيحاول يفكر فيه اليوم، سواء كنا شركات او كنا افراد او كنا يعني ايش ما كنا، لازم نستفيد من الفرصه، لانه فعلا المنحنيات اليوم كثيره متغيره. التغيرات زي ما شفنا سريعه على مستوى الشركات، على مستوى الافراد، على مستوى البيئه، على مستوى كل شيء. فلا بد انه نبني مستقبلنا اليوم بمرونه لنستطيع نتعامل مع المنعطفات الموجوده. طبعا تعاملنا مع المنعطفات لا يعني انه يعني فيش عندنا دقه او ما في عندنا احنا بنسميها احنا حوكمه، انه لابد يكون في governance، حوكمه للاشياء. عشان لو بدات فكره معينه هالفكره تستمر. يعني دولار شيف كلاب مثلا عملوا فكره لكن في الاخر عملوا لها تأطير وتنظيم بحيث انهم يستطيعوا البناء على هاي الفكره. وغير هيك طبعا كل شركه، والا غير هيك من الصعب انك تستمر اذا ما كان في عندك اساس سليم تبني عليه. فانت بتاخذ الفكره لكن برضه لازم تبني لها الاطار المنظم لهاي العمليه بالشكل المناسب. فبنتحدث عن شفافيه، بنتحدث عن نزاهه، بنتحدث عن بناء الصلاحيات، بنتحدث عن بناء المسؤوليات بين الناس. هذا كله طبعا بيهمنا جدا انه نستفيد منه ونبنيه واحنا ماشيين في التحول الرقمي. غير هيك طبعا بنيجي نتطلع على موضوع مثلا احنا كافراد او احنا بشكل عام عقليتنا. مثلا لازم نغير هاي العقليه، العقليه اللي بدانا فيها قبل التحول الرقمي اكيد اليوم اختلفت عن العقليه الموجوده اليوم في التحول الرقمي. لابد نبني نشوف، يعني احنا طبعا راح نشوف ان شاء الله في جزء من البرزنتيشن راح نشوف كيف انه احنا نصنع الفرص، كيف انه في عندنا جيج وركرز بسموهم، انه الانسان بامكانه انه يكون هو يصنع فرص جديده ويشتغل في اكثر من قطاع وفي اكثر من مكان وفي اكثر من مجال وهكذا. فبالتالي عندنا فرص كبيره. بنفس الوقت لازم يكون في عندنا مقدره على الابتكار، دائما نفكر ونناقش وناخذ افكار من كل الناس من اي مكان بحيث نستطيع صناعه فكره جديده نبني عليها. طبعا لازم يكون في عندنا افق تكنولوجي، نشوف شو التقنيات الناشئه الموجوده، ايش التقنيات الموجوده، لوين وصلت الناس، بحيث انه نجمع هاي العناوين الثلاثه ونصنع منها فرصة جديدة لنا بشكل أساسي، سواء كنا شركات أو كنا أفراد. طبعاً إذا بنتحدث عن التحول الرقمي بشكل عام له خصائص، يعني هاي خصائص اللي إحنا بنمشي فيها دائماً. أول شيء إنه التحول الرقمي بنتحدث زي ما قلنا بين complex و complicated. إيش يعني complex و complicated؟ يعني إنه بدل ما كنا نيجي نتحدث عن تحول إنه أنا لازم أصنع طائرة كاملة بشكل كامل وبشكل كبير، اليوم لا، انا بتحدث انه حتى لو انا استطعت اصنع عجل وطائره او اصنع اي فكره او اي قطاع او اي نشاط فهذا يكفي اليوم. فبالتالي صار الموضوع انه انا اليوم بامكاني اخترق السوق باي فكره بدل ما انه اتوقع بدي اعمل شيء معقد. المرونه، يعني اليوم المرونه بتتيح لك مجال المناوره لانك تجرب محاوله محاولتين ثلاثه اربعه وهكذا. ديناميكيه، يعني احنا اليوم السيارات مثلا بنشتري سياره بنقول السياره والله ممكن عمرها يكون 10 سنوات بعد هيك لازم نغيرها. فالشركات السيارات بتصنع السياره لمده 10 سنوات، ما بتوقع انه والله زي ما زمان كنا نشرنا سياره المرسيدس وعمرها المفروض تكون 50 سنه ما تخرب ابدا يعني. فبالتالي الوضع اختلف، هذا طبعا بيأثر علينا في الاشياء الاخرى. الكونتراكتنج، يعني زمان مثلا صانع السياره كان لازم يصنع السياره بالكامل من الالف الى الياء، كل المنتجات المصنعه في مرسيدس. اليوم بتلاقي سياره المرسيدس مصنعه فيها قطع في كل مكان في العالم، بتلاقي فيها يعني بتسمع بعض الأرقام أحياناً إنه في حوالي 1000 مصنع داخلين في تصنيع قطع السيارة. هذا فرصة للناس اللي هو ممكن يبتكر أي جهاز أو أي طريقة أو أي فكرة ويدخل في جزء من الموضوع. موضوع السمارت، إنه تكون سمارت شوف شو السوق بده كل مرة تغير. البروتوتايبينج، يعني أنا اليوم بدل ما أعمل أوفر إنجينيرينج وأظلني أشتغل مثلاً والله بدي أصنع نظارة، نظارة هاي أشتغل عليها محاولة وتنتين وثلاثة وأربعة وأحسن فيها وأحسن وأحسن قبل ما أنزلها للسوق. لا، اليوم الفكرة انه لا، خليني احاول محاولة اولى فشلت اقفل هاي المحاولة وانتقل لمحاولة ثانية فشلت اروح لمحاولة ثالثة. بيجوز الكل سمع مثلا عن نظارات جوجل، نظارات جوجل اخذت اكثر من 1000 محاولة والاخر فشل المشروع. فدائما المحاولة موجودة، يعني احنا بنشوف شركات كبيرة تتفوق وتكبر وهكذا لكن برضه هم عندهم تجارب فاشلة وجربوا وحاولوا عدة مرات. يعني جوجل اللي بيشوف مثلا على الانترنت في شيء اسمه جوجل جريف يارد او مقبرة جوجل، مقبرة جوجل بحطوا فيها المنتجات اللي هما انتهت هاي المنتجات وتخلوا عنها بعد فترة لأنها أثبتت فشلها بعد عدة محاولات. هم راح تشوف إنه هاي الموضوع جلسنا سنوات نحاول فيه 1000 محاولة وبعدين انتهت هاي القصة ما كانت قصة ناجحة. هذا شيء طبيعي إنه إحنا كمان بدنا نحاول، ما بدنا نستمر على شيء ونوقف عنده. الايتريشنز، المحاولة محاولة ورا محاولة لغاية ما نيجي ننجز.
الفاليو ستريبس انه نصنع الفاليو القيمه اللي بدنا ننتجها تكون قيمه زي ما قلنا تهدف انها لفوائد معينه واستفاده معينه بشكل مناسب ومرن وسريع، وزي ما قلنا الاشياء اللي بنحققه ما لا يترك كله لا يترك جله او ما لا يترك وهكذا. فبالتالي انه احنا دائما يعني بنحاول انه نستفيد ونحقق نتائج مفيده يعني باي شكل من الاشكال. طبعا الموضوع يعني احيانا ليس ببساطه، بالتاكيد انه بده كفاح. يعني احنا نعرف انه مثلا بيل جيتس بدا من غرفه صغيره في تصنيع الكمبيوتر في الحاسبات. بنعرف مثلا انه مدير جوجل نفس الشيء يعني كان عنده مشاكل كبيره جدا في التعلم لغايه ما وصل الى الولايات المتحده باعوا اثاث البيت عشان يقدر يوصل ويتعلم. فبالتالي كان في عندهم ستيف جوبز له قصصه. فبالتالي لابد من الكفاح، يعني القضيه ليست قضيه انه السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، في فرص كثيره جدا لكن لابد انه نحاول ندرس هاي الفرص ونشوف. طبعا رحله التحول الرقمي لها رحله ولها منهجيه ولها طريقه، يعني قد يكون المهتمين بامكانهم يدرسوا في عده مدارس في التحول الرقمي، منهم مدرسه السي اكس او مثلا اللي انا تعلمت عليها، في مناهج اخرى للشركات الاستشاريه كبيره، في مناهج مختلفه للتحول الرقمي. لابد طبعا انه احنا نحاول نقراها نستفيد منها نتعلم فيها وهكذا. طبعا هي موضوعها طويل فمش راح اشرحها الان يعني، لكن بالتاكيد بدك نوع من التنسيق والترتيب وغيره من الامور. اللي بدي اوقف عليه هو مجموعه معالم في التحول الرقمي. اول شيء عشان تعمل رحله تحول رقمي سواء كنت كشركه او كفرد او كدوله لابد تحدد هدفك من هاي الرحله، نعرف والله احنا شو هدفنا النهائي من رحله التحول الرقمي. الشغله الثانيه انه نفكر فيها من عده جوانب، ليست انه انا التحول الرقمي ليس مشروع انفذه وامشي، يعني هو التحول الرقمي تغيير عقليه الشركه، تغيير تفكير الشركه، تدريب الناس، تاهيل الناس وهكذا. النقطه الاخرى هي نقطه نو وان سايز فيت اول، يعني انه ليس هناك مقاس واحد يناسب جميع الناس، كل واحد له مقاس مختلف يناسب الاخرين. القصه الاخرى اللي هي انه لازم يكون في نوع من التاثير، يعني لازم انت عندك فريق عمل عندك كذا لابد ان تؤثر عليه وترى كيف تؤثر عليه وكيف تمشي الامور وكيف تتطور وتتغير وهكذا. فبالتالي نتطور ونشوف ونفكر انه ماذا نستطيع ان ننجز وننفذ وهكذا. طبعا think of months، يعني نفكر في اشهر معينه، يعني لا نفكر ان يكون التغير هو دائما، يعني والله انا بدي اخطط لخمسين سنه للامام، بالتاكيد لا يمكن. يعني احنا اليوم بنفكر طبعا ان التحول الرقمي يعني بنخطط لاشهر معينه لفتره معينه، وبعد ذلك بنخطط مرحله جديده ومرحله مستقره وباستمرار وهكذا باستمرار حتى نصل الى هدفنا بشكل كامل. طبعا يعني اليوم بنطلع احنا مثلا اذا تتذكروا زمان كان الواحد بده يعمل ويب سايت على الانترنت، يحط الويب سايت ويحط هاي الصفحه تحت الاعداد وهذه الصفحه لم تستكمل وهكذا. اليوم بينما اذا بنطلع على شركات زي جوجل او غيرها بنلاقي انه هم عندهم اصلا رود ماب للمستقبل لفتره طويله جدا، والسبب انه الدنيا تتغير. يعني اليوم مثلا واتساب ده نزلوا خاصيه جديده، فجاه بتلاقي نزل ابديت والابديت هذا فيه خاصيه جديده ما اعلنوا عنها مسبقا ولا حطوا انه انا والله في عندي خاصيه راح انزلها. نفس الشيء مثلا فيسبوك اعلنوا عن ريلز مثلا المقاطع القصيره، برضه نفس الشيء فجاه بنزل هذا التطبيق. ففي تجارب بتستمر لكن احنا بنخطط واللي بنجح معنا بننجح فيه وبنمشي فيه، ما نخطط لفتره طويله جدا لانه الدنيا بتكون تغيرت، التكنولوجيا تغيرت وهكذا. طبعا في تساؤل، يعني كل واحد بتساءل دائما انه طيب يعني انا بدي امشي في رحله تحول رقمي شو راح استفيد، الدوله بدها تعمل تحول رقمي شو راح تستفيد، الشركات ايش راح تستفيد. طبعا الكل مستفيد، رحله التحول الرقمي هي رحله اولا ممتعه وثانيا هي رحله حقيقه مفيده، يعني دائما رحله التحول الرقمي رحله مفيده يستفيد منها الجميع. واحنا بنيجي نطلع هون بنيجي نتكلم بنشوف كل واحد كيف راح يستفيد من التحول الرقمي. لو تحدثنا مثلا عن الحكومات، الحكومات تستفيد من التحول الرقمي مثلا في فترة كورونا استفادوا بشكل كبير جدا، انهم بنوا مدن مستدامة وهذا اللي بنتحدث عنه الان، يعني بشكل كبير جدا انه نحاول نعيد تصميم البناء المدينة بحيث تستطيع الصمود في وجه الاوبئة. يعني اليوم اليابان مثلا بيصنعوا مدن او عندهم مدن تصمد، اليابان على منطقة زلزالية فعندهم المدن تصمد للهزات الزلزالية تصمد عليها تصمد لفترة طويلة حتى على مقياس 7 و7.5 مقياس ريختر تستطيع المباني الصمود. فاليوم احنا بنتحدث انه نصمد ايضا في وجه الاوبئة، فكيف نصمم المدن، يعني كيف يكون توزيع الخدمات داخل المدينة بحيث تستطيع الصمود، تستطيع نعمل نحصر مثلا أحياء معينة ومناطق معينة وأفكار معينة تصمد المدن، كيف نصمد الاقتصاد بحيث أنه المحلات الصغيرة عانت في بعض البلدان، كيف نصمد كيف نستطيع أنه نفتح الأفاق،
الطرق، كيف نستطيع تنظيف طرقنا بشكل أفضل، قضاء على الأوبئة، مشاركة البيانات، تحسين جودة الحياة، كل هذه الأشياء إحنا بإمكاننا نتكلم عنها ونستفيد منها بشكل المناسب بشكل جيد. ويعني الحكومات لها فائدة كبيرة في التحول الرقمي. الشركات لها أيضا تحول رقمي، لها فائدة أيضا في التحول الرقمي. أول شيء avoid disruption، يعني إحنا شفنا شركات زي نوكيا زي كوداك زي غيرها قضي عليها، والسبب أنه هي لم تستطع الصمود في وجه disruption، في وجه الاختراق. حدا اخترق سوقها وانقضى عليها وانتهى الموضوع. فالشركة اليوم لازم تطور نفسها عشان ما يقضى عليها بعد ذلك. يعني اليوم احنا بنحكي مثلا قطاع العقار مثلا زي ما بنشوف ناطحات السحاب بدأت تتقلص بشكل كبير، المدن التقليدية والهاي تتقلص، اليوم كله بتجه المدن الذكية. فقطاع الشركة إذا ما تحولت بعد شوي راح تلاقي حالها إنه هي لا تستطيع الصمود حتى لو كانت من أكبر الشركات. بنطلع مثلا العميل، يعني اليوم احنا زمان مثلا كان الواحد بتوقع انه عادي والله انا المحل اللي ما له متجر الكتروني ما عندي مشكله معه، انا كل يوم بروح عليه بجيب البضاعه اللي بدي اياها بشتري وبروح. لكن اليوم يعني الشركه اللي ما عندها متجر الكتروني في الاخر هي في الحقيقه يعني خسرت خسران كثير جدا في موضوع انه هي خسرت سوق كبير جدا، لانه العميل الان طيب يقول لك انا بقدر اقارن وافكر واطلب واشوف عن طريق الانترنت، طب ليش يعني انت تيجي هاي ممكن توفر عليه بالتكلفه. فبالتالي لابد انه احنا نتوقع شو العميل اللي احنا زبوننا شو محتاج منا. يعني بنيجي نطلع على البيانات، طب احنا عندنا بيانات خزناها عن العملاء، يعني بنقدر نعمل برامج لحمايه العملاء، برامج لولاء العملاء وغيرها من البيانات الموجوده عندنا. اذا نعرف والله هذا العميل كيف بيشتري، متى بيشتري، ايش الوقت المناسب له للاتصال فيه، ايش الوقت ايش الحجم الاعمال اللي هو متوقعها منا وهكذا. فبالتالي هاي الاحياء كلها صرنا نقدر نستفيد منها حتى ريال تايم. يعني احنا بنشوف الان بعض الشركات تجزئه مثلا زي كارفور زي غيرها مثلا بامكانه يعمل عروض في اللحظه، يعني انت دخلت المتجر يقرر والله انا بدي ابيع 100 جهاز بهذا السعر والباقي خلص، فاول 100 واحد بيوقفوا على الكاش بيشتروا الجهاز وهكذا. فصار بقدر اعمل شغلات اونلاين ما كنت اقدر اعملها قبل فتره، اليوم فصار هذا كله بتغير. التكلفه الان انا صرت اقدر اقلل، بدل ما اعرف والله حركه البضاعه بشكل احسن اعرف شو اودي للمعارض شو اخلي من المستودع ايش الاشياء اللي ممكن ابيعها مباشره على الاونلاين وهكذا. الاجيليتي والانوفيشن، صار عندي مرونه اكثر، والله البضاعه بدل ما اخليها تكون فترتها راكده فتره اطول لا خليها تتحرك استعجل في تحريكها وامشي وهكذا. فصار في تغييرات كثيرة جدا اليوم بنعمل فيها الكولابوريشن بروسيسز، يعني اليوم صرنا نقدر داخل الشركه داخل المؤسسه نعمل اتصال ما بين هاي المنظومات او ما بين الادارات المختلفه عشان ننجح بتسويق قيمة مناسبة للعميل، بدل ما أنه ننشر ثقافة أنه كل واحد يلوم الثاني، ثقافة اللوم، يعني كل واحد يلوم الثاني ولا والله الفاينانس هم المقصرين، الاي تي هم المقصرين، السبلاي تشين الموردين هم المقصرين، لا. فبالتالي أنه إحنا اليوم يعني صرنا نقدر أنه نشتغل كفريق عمل. طبعا هي كمان نقطة بجزء سمعتوا فيها أنه كثير من الشركات الآن وممكن نطرحها بعد شوي أنه صارت تفكر أنه يكون في فريق عمل متخصص لكل مشروع لكل منتج، بدل ما نكون في عنا في الشركة هيكلية مدير تنفيذي ومدير أصغر منه وأكبر منه وهكذا. صرنا لا والله إذا كان في مشروع معين أو فريق عمل الناس بيشتغلوا بهذا الفريق بغض النظر عن مناصبهم، يعني بيشتغلوا بهذا الفريق بهدف إنتاج منتج. بنيجي للنقطة الأخرى اللي هي إحنا، يعني إحنا كموظفين، إحنا كطلاب، إحنا كبشر، شو اللي ممكن نستفيد منه برحلة التحول الرقمي هذا، أو كيف ممكن نحط لنا مكان نحط لنا بصمة في التحول الرقمي. اول شيء حكينا فيه كان موضوع المايند سيت، بدنا نغير عقليتنا. يعني انا اليوم بتخرج من الجامعه ما بدي احكي والله انا تخرجت مهندس وانتهى الموضوع، درست الكلمتين في المدرسه في الجامعه معناته خلاص انا هيك صرت فهمان لا، لازم نشوف شو عقليتنا، شو بيطلب السوق، شو بيطلب العالم، ونيجي نبني مهاراتنا بهي الطريقه. فهي انتقلنا لموضوع السكيل سيت، انه انا والله مهندس بس انا شو القطاع اللي بحب اشتغل فيه، شو الامكان المكان اللي انا ممكن ابدع فيه، فابني عقليتي على هذا الاساس، بروح ادور على المهارات، أشوف أنا والله شو المهارات اللي ممكن أنا أبنيها عشان أقدر أحقق هذا الموضوع، عشان أنا يمشي يتمشى مع عقليتي. مش كل البشر زي بعض، في ناس بحبوا الدراسة كتير، في ناس بحبوا أقل، في ناس بحبوا التحليل، في ناس بحبوا الحركة، في ناس بحبوا الهدوء. كل واحد له حياته وله طريقته وله بيئته، فبالتالي كل واحد يشوف البيئة المناسبة يدور على المهارات المناسبة. اليوم في عنا كثير أدوات على الإنترنت نتعلم فيها المهارات، نلاقي مواقع. وانا قلت لكم يعني انا بالعاده بحط الملاحظات دائما والروابط في البرزنتيشن عشان الناس اللي بتحب انها تستزيد تقدر تعرف شو المهارات المطلوبه في السوق، وين مصادر المعرفه ومصادر المهارات غيرها، فيقدر انه يحصل بعض المعلومات الاضافيه.
التول سيت. طبعا اليوم عندي مهارات بدي ابنيها، لابد بدي ادوات. هلا بدي اتدرب مثلا على الكلاود، بدي اتدرب على الفوتوشوب، بدي اتدرب تصميم مواقع، بدي اتدرب على الانترنت اوف ثينجز، على الاي او تي. طب كيف يعني؟ هل في مثلا الان الجميل في الموضوع انه في ادوات بصراحه يا اما مجانيه او رخيصه على الانترنت. يعني انا بدي ادرب اي او تي، يعني كان في عديد من الشركات طرحت مبادرات للاي او تي بحيث انه انت بامكانك تشترك معهم لمده سنه كامله مجانا على مختبر اي او تي، وتشتري شويه سنسر تعمل لها وتعمل تجارب وتعمل كل شيء بدك اياه على الكلاود من غير ما تتكلف الا يعني شويه مجسات وشويه سنسرز وشويه سوفت وير ووقتك. فهذا فرصه يعني. فبالتالي الان انت بتيجي بتشوف شو المهارات اللي تبنيها، شو الادوات اللي تشوفها على الانترنت، مين الناس اللي تستفيد معهم وهكذا. في المستقبل طبعا بدك تفكر بالشكل المختلف عن انه انا والله بس اروح ادور على وظيفه، بس اخلص من الجامعه ادور على وظيفه. طب انا ليش ما اكون في انا بالمصطلح بنسميه الجيج وركرز؟ الجيج وركرز يعني انه الموظفين الان بطلوا يحبوا يشتغلوا كموظف. يعني الموظف التقليدي اجلس في المكتب من الساعه 8 للساعه 5 كل يوم، يعني هذا قصه. وبعدين اليوم في شغل والله الى هذا الموضوع، انا اي او تي، كل تخصصي في الاي او تي مثلا، الانترنت اوف ثينجز، انترنت الاشياء. فانا اليوم مثلا الشركه عندهم 4 ساعات انترنت اوف ثينجز، والباقي راح يقولوا لي والله روح اشتغل اي شيء، روح اعمل اي شيء عشان تقضي 8 ساعات تبعونك. فانا في هاي الحاله بقول لا والله انا بدي اشتغل عندكم 4 ساعات، و4 ساعات ثانيين اشتغل فيهم، ابحث فيهم، ادور فيهم، اعمل اي شيء ثاني. فصار الموظفين، وطبعا هذا متكاثر يعني، الان انت بتشوف كثير ناس على الانترنت في مواقع وكذا، بهاي طريقتهم في العمل. بقول لك انا بحب اشتغل بحريه، اشتغل مع الناس وقت معين. والشركات ايضا صار عندهم نفس القصه. يعني انا والله اليوم بدي واحد متخصص مثلا في الجافا سكريبتنج، طب انا بدي اياه جافا سكريبتنج يعني بحتاجه بالاسبوع 5 ساعات 10 ساعات، طب ليش اشغل موظف عندي يضل جالس طول الوقت ادور له شغل باقي الوقت؟ لا، انا خليه عندي يشتغل 5 ساعات ويمشي ودور في مكان ثاني وهكذا. فهذا مصطلح الجيج وركرز، انه صار في امكانيه انه الناس يعني ينتقلوا من مكان لمكان، من شركه لشركه. طبعا فيها ضوابط، فيها اشياء، لكن انه في مرونه صارت. عشان هيك صرنا نحكي في مرونه بالعمل، انه هل اشتغل من البيت، اشتغل عن بعد، اشتغل انا من بلد اخر في مكان ثاني، في مرونه. وهذا طبعا بيصنع فرص للناس، انه هو بامكانه انه بدل عنده مهارات عنده امكانيات انه يشتغل من اكثر من مكان، من اكثر من جهه. وزي ما شفنا كثير ناس الان بداوا يفكروا انه اعمل شركتي الخاصه في، اسوق على الانترنت، اعمل امشي وهكذا. فالدنيا طبعا بلا شك انها في تغير واضح وكبير. طبعا يعني بلا شك انه احنا شفنا الناس بقص بيعملوا قصص نجاح، لكن في قصص فشل ايضا. والنجاح طبعا ليس كما يتخيل البعض، يعني هو قصه خط مستقيم او شارع هيك تلاقيه على اللوحه، تلاقيها في الشارع مكتوب ويلكم تو سكسس، تلاقي حالك تدخل من هالباب تلاقي حالك نجحت والسلام عليكم. لا طبعا، النجاح لابد يكون في يعني عمل، في مشاكل، في تحديات، في مخاطر، في سقوط، في قيام. سقوط، تسقط مره ومرتين ثلاثه اربعه، هي سنه الله في الكون. يعني من في الاخر لابد انك انت تمشي بهاي الخطوات عشان تستطيع تنجح. وعشان هيك بنيجي ننتقل نقول نبني مهاراتنا اليوم، نفكر كيف نبني مهاراتنا للمستقبل الجديد، للواقع الجديد، للبيئة الجديدة اللي احنا بنحكي عنها. طبعا هذا الجزء الثاني كان من المحاضرة، انه احنا حاولنا نشوف انه احنا ماذا نستفيد من التحول الرقمي، كيف راح يفيدنا التحول الرقمي، مين الناس اللي نجحوا فشلوا في التحول الرقمي. اليوم بعد هيك راح نتحول عن كلمة جديدة او مصطلح جديد شائع اليوم نسمعه كثير اليوم، اللي هو مصطلح ذا نيو نورمال، الوضع الطبيعي الجديد، او ذا ابنورمال، او ما هو المستقبل بعد ذلك. يعني طبعا الدنيا اكيد تغيرت بعد كورونا، وهي فعليا كانت تتغير من اول. يعني التكنولوجيا غيرت اشياء كثيره في حياتنا، لكن في اشياء تسارعت. واحنا شفنا بواحد من السلايدات السابقه في من الشرائح انه فعلا التكنولوجيا غيرت علينا وتغيرت كثير. فطبعا خلال فتره كورونا الكل انخض، الكل صار عنده صدمه، انه الكل صار يفكر بنفس الطريقه. يعني احنا صرنا نشوف انه كل الشركات صارت تقول لك والله انا اليوم بحافظ على قطاع العمل تبعي حتى اقدر استمر بعد كورونا، احافظ على موظفيني، احافظ على عائلاتي، احافظ على الناس. والكل صار يفكر بنفس الطريقه، والكل صار يفكر انا طب ممكن كيف ممكن اشتغل عن بعد، كيف ممكن اعمل اتمته في عمليات اللي عندي، كيف ممكن اعمل تشغيل للكمبيوتر، كيف ممكن استفيد من كل هالاشياء اللي بسمع عنها من تقنيات. فهذا كله بنقلنا انه احنا في عنا بيئه جديده، في عنا نيو نورمال بتشكل اليوم، وكل واحد لازم يحاول انه يكون طرف في هذا البيئه الجديده اللي بتتشكل بكل المستويات، سواء كنا شخصيات كبيرة، شخصيات صغيرة، كنا طلاب، كنا في كل بيئة وفي كل مكان. طبعا هذا النوع البيئة شو اسمه بتحدث انه الورك فورس نفسه راح يختلف، يعني المكان قوة العمل والناس الموظفين راح يختلف شغلهم.
المكان العمل راح يختلف. يعني احنا اليوم تحدث عن شركات كثير كبيره صارت تحكي اليوم انا ما فيش داعي عندي انه الناس يجوا على مكاتبهم، خلي اللي بيجوا على المكاتب جزء قليل، فبالتالي هذا بياثر على التاجير، بياثر على مساحات البناء، بياثر على اشياء كثيره، بياثر على التقنيات اللي راح تستخدم. الورك طبيعه العمل، يعني انا الان مثلا يعني لدرجه انه مثلا في مواضيع الاتمته، مواضيع اللي بيسموها روبوتك بزنس اناليسس، يعني انه اليوم صرنا نشوف اعمال كان الانسان يعملها اليوم صار الكمبيوتر بامكانه يعملها. يعني ابسط مثال مثلا في موضوع اليوم صار بامكانك تعمل ايداع على شيك في البنك وفي بنك اخر، يعني حتى مش في نفس البنك اللي هو حسابك فيه، وتقبض الفلوس فورا. يعني لانه هو في، يعني انا سمعت من واحد من اللي بيشتغل في هذا المجال مثلا، كان عندك حوالي 45 نقطة تشيك بوينتس على الشيك عشان هم يضمنوا ان هذا الشيك توقيع سليم، مقاس الشيك سليم، الزوايا سليمة، نوع الورق صحيح، تاريخ اصداره صحيح، تاريخه القديم مش عارف، فكل هاي الاشياء. بس صار هاي العملية اللي كان لازم تجيب موظف عشان يشيك لك على الشيك عشان يتأكد انه صحيح ويصرف في حسابك وينزله في حسابك، اليوم صرت امكانك تعملها بشكل مؤتمت وسريع. فالدنيا تتغير، فبالتالي لابد احنا نكون لنا دور في هذا الموضوع، يعني كل واحد فينا كمان كشخص او كمؤسسه او غيره. طبعا هذا التغير ليس فريدا، يعني احنا ما نتحدث انه هاي اول مره بتغير العالم. يعني احنا بنيجي نطلع على الاحصائيه مثلا بنشوف انه سنه 1939 مثلا كان عدد الناس اللي بيشتغلوا في الزراعه او اشياء زراعيه هو الاكبر. بدا الناس يشتغلوا في اشياء غير زراعيه. يعني احنا بنشوف من 25 مليون اللي كانوا يشتغلوا في نشاطات خارج الزراعه بالولايات المتحده سنة 1939، اليوم صار عندنا 150 مليون شخص بيشتغلوا في هاي النشاطات. فبالتالي الوضع تغير ولابد أن يتغير باستمرار. طبعاً لما تطلع كمان في وظائف تغيرت، يعني اليوم الناس بيخافوا من الوظيفة، يقول لك أنا هاي الوظيفة اللي بشتغلها اليوم ممكن بكرة يجي كمبيوتر ولا روبوت ولا غير حل مكاني. ماشي، لكن في الآخر أنت يجب أن تصنع لنفسك مستقبل، تصنع فرصة جديدة بحيث تشوف إيش اللي راح يكون أنا وين أمشي. يعني في العالم كان في مهنة مثلاً مرافق مصعد عشان يضغط على ازرار المصعد، كان في مهنه الطباعه بليتس، وكانت هاي مهنه غاليه، يعني ما بتلاقي حدا داخل متخصصين وخبراء عشان يقدر انه يطبع الطابعات في الجرايد وغيرها ويحط الطباعات بالشكل المستقيم، ما يكون فيها هزه، ما يكون فيها شيء. اليوم راحت، كان في مثلا منظف مداخن ينظف بس المداخن من الفحم، كان في ناس اللي هم بيركبوا سكك الحديد، كان في حتى يعني وظائف غريبه انا شفتها، يعني زي مثلا الناس اللي هو بيستمع للرادار، كان الرادار مش موجود فكان يحط ذينين على هيك مع قمح حديدي كبير عشان يقدر يستمع للأصوات اللي جايته من الطائرات من غيرها. قطع الثلج الجليد أو الثلج، كان زمان ما عندهم ثلاجات فيجوا يقطعوا الثلج من الأماكن الباردة ووصلوها للأماكن عشان يحفظوا الأطعمة. فتغيرت العالم، كان فيه مهنة طريفة، يعني هاي المهنة اللي هي الإيقاظ الناس، كان يجي الواحد ما عنده ما في منبه في البيت فعشان حد ينبهه، ما عنده أحد في البيت وخاصة أيام الثورة الصناعية، فصار هو يستأجر شخص يجي ينبهه فقط، يجي يدق على الباب يعمل حركة يعمل إزعاج يعمل ضوضاء عشان يقدر صحيه ما يتأخر على شغله. فكان في أفكار غريبة وأفكار، يعني كان في كلوك وايندر اللي هو بس يرتب بيطلع الأسعار ويصلح الساعات الكبيرة زي ما بنشوفها، كل هاي الأشياء انتهت. لكن بالمقابل هناك وظائف جديدة انتجت، يعني إذا بنيجي نطلع بنلاقي إنه كان في مهن مثلا الكمبيوتر، ما حد كان يشتغل قطاع الكمبيوتر بال 1960، اليوم صار قطاع الكمبيوتر بأخذ 2% من حصة السوق العالمية، يعني 2% من موظفي العالم يعملون في قطاع الكمبيوتر، في قطاع التكنولوجيا. نفس الشيء مثلا طلع المحاسبين بال 1910 كان عددهم ضئيل جدا، اليوم بنشوف انه مثلا 1.5% من القوة العاملة في العالم بتشتغل في قطاع المحاسبة. طبعا في وظائف اخرى ظهرت ثم اختفت، زي مثلا الآلة الكاتبة، الناس كانوا بحاولوا يستخدموا الآلة الكاتبة لفترة معينة واشتغلوا على الآلة الكاتبة لفترة بعدين الآن راحت. كان في مثلا وظائف السويتش بورد اللي هو بيحول التليفونات، مقسم التليفون، أنا بدي أعمل مكالمة دولية لازم تتصل على السنترال، والسنترال يعطيك البلد اللي أنت بدك تتصل عليه أو هو يطلب لك الرقم من عنده ويوصل لك الخط. هاي أشياء اختفت. كان في عنا الكمبيوتر، كان وظيفة اسمها الكمبيوتر، من هنا إجا اسم الكمبيوتر. يعني الوظيفة الكمبيوتر اللي هو كان الناس اللي بيجوا بيحسبوا، كانوا عاملين شاشات كبيرة وبيجوا بيحسبوا الأرقام وكذا، بدهم يجمعوا يحسبوا ويطرحوا، ما عندهم آليات فيجوا يحطوا المحسب بعض المعادلات، لوحة كبيرة جدا يصنعوا منها، فكانت هاي الكمبيوتر بيسموها كمبيوتر. كان في مثلا إنارة الإنارة في الشارع، يجي واحد عشان هي شمعة بتكون في الشارع وكذا، المصباح، فيجي كل مصباح لوحده يروح يشغل المصباح ويطفي المصباح. يعني كان في أعمال كلها انقرضت، لكن برضو بنفس الوقت في فرص جديدة وجدت في أعمال جديدة، ونحن بنشوف إنه الناس اللي مثلاً بعض القطاعات مثلاً زي قطاع الأعمال المكتبية الصغيرة
بنشوف انهم اخذوا نمو من 1910 مثلا ل 1970، بعد هيك بداوا يضمحلوا. بالمقابل في وظائف زي التكنولوجيا وغيرها بتزيد وبتكبر بشكل مستمر، فدائما في فرصه. لكن زي ما اتفقنا انه احنا دائما لازم نغير مهاراتنا، نغير افكارنا عشان نقدر انه نحصل الفرصه المناسبه ونجتهد طبعا ونتوكل على الله، لانه طبعا يعني بلا شك انه التوكل على الله هو اساس العمل يعني، وبعدين نجتهد وربنا بيسهل الامور. طبعا زي ما بنشوف احنا هون انه يعني في متغيرات في سوق العمل، تغيرات حقيقيه. تحدث عن العقود الذكيه، تحدث انه مع الناس بيشتغلوا بعقد بفتره قصيره، العمل الطويل هو شيء يعني بعد فتره قصيره قد يصبح من الماضي. الناس بشكل عام بيدوروا على متعاقدين ينفذوا اعمال ويمشوا، ما يستمر انه يكون في عبء علي انا من يكون عندي موظفين كثار. انا كموظف اركز على مهاره معينه وامشي فيها بدل ما انه الشركه توظفني وتشغلني بعشر اشغال اشي بعد بفهم فيه واشي انا بدي ما بدي ما مش دائر اهتماماتي او انا غير مستمتع في هذا العمل، لا خليني اركز على الشيء اللي بخصني وبيهمني. فبنطلع طبعا في عنا يعني المهارات اليوم لما نتحدث عنها او طريقه العمل، نتحدث عن مهارات يدويه، نتحدث عن مهارات ابتكاريه او تفكيريه، نتحدث عن مهارات اجتماعيه، نتحدث عن مهارات تقنيه. وزي ما بنشوف انه المهارات التقنيه والمهارات الابتكاريه تتزايد يوم بعد يوم، ولابد انه احنا نبني هاي المهارات. هاي المهارات يعني احنا بصراحه ما بنتعلمها في الجامعه، في الجامعه بيعلمونا اشياء معينه، بيعلمونا مهارات بسيطه لكن بيعلمونا علم طبعا، والعلم اللي نتعلم في الجامعه جميل جدا يعني، بعض الناس بلوم الجامعات لكن صراحه احنا تعلمنا شيء كثير جدا في الجامعات. وانا نفسي يعني تعلمت في الجامعات مثلا اشياء درستها بصفحه واحده بالجامعه، اشتغلت فيها قرات فيها الاف الصفحات يعني، اشتغلت في فتره من فترات تحليل بروتوكولات الاتصالات، ويعني هذا موضوع يعني معقد جدا. انا درسته في الجامعه ممكن بصفحه او صفحتين، لكن لما انطلقت في السيتا وفي اتصالات طيران صرت درست هذا الموضوع باكثر من الف، عشرات الالاف من الصفحات حتى اقدر اوصل ابني مهاره معينه. بالمقابل في اشياء درستها في الجامعه ما تعلم ما استفدت منها، لكن في الاخر تعلمنا اشياء فتحت لنا الجامعه افاق، لكن كان بالتاكيد لابد انه تبني مهارات على مدى مرورك وانت ماشي وهكذا. فهذا يعني رساله دائما انه خلينا نفكر لوين السوق رايح. انا مره ثانيه بكرر انه احط الروابط وممكن اشارك برزنتيشن مع الشباب والصبايا يعني، على اساس انه يعني اللي بيحب يستزيد من بعض النقاط يلاقيها هاي المراجعه معظمها موجود على الانترنت بامكانه يستفيد منها، وشوف تقرير كامل انه لوين اتجاه الاعمال رايح. اللي بدنا نفكر فيه كمان اللي هو اللي بنسميه مالتي ديسبلين او مالتي تاسك. يعني اليوم بتوقع انا الطبيب يكون عنده مهارات تقنيه، يكون عنده مهارات اجتماعيه، يكون عنده مهارات فنيه وهكذا. بتوقع انه كل مهنه تتداخل مع المهنه الاخرى. المحاسب بتوقع يكون عنده مهارات، ما بتوقع المحاسب بس بيعرف بالفلوس ويجمع فلوس ويطرح فلوس. كل واحد بتوقع انه يكون عنده مهارات اجتماعيه وتقنيه، فكل واحد لازم يلبس طاقيه، طاقيتين، ثلاثه، اربعه، يكون عنده تعدد في المهام. ما نيجي نركز والله انا تعلمت هيك، انا مهندس خلاص انا بفهم بالهندسه ما لي اي دخل ثاني. لا والله مهندس ممكن تشتغل في الاجهزه الطبيه، ممكن تشتغل في التكنولوجيا، ممكن تشتغل في اي شيء. انا محاسب لا، فهكذا. فبالتالي خلينا نفتح افاقنا ونعرف انه يعني وين المكان اللي بستمتع فيه، وين الاليه اللي بستمتع فيها. خلينا كلنا نحاول يعني نصنع مستقبل باذن الله مشرق. المهارات او الكوادر، يعني اليوم طبعا زي ما بنشوف انه في بطاله في عدد من القطاعات، لكن في طلب على بعض القطاعات وفي بحث. يعني بعض القطاعات مثلا زي الذكاء الصناعي فيها بحث كبير جدا، يعني بعض الشركات ممكن تدور على ناس في كل البلدان، يعني حتى اوفشور، يعني بعض الشركات توظف ناس. الهاكينج مثلا اللي هو السايبر سيكيورتي، الامن الالكتروني، بتلاقي ناس بتوظفوا يعني هو الشركه تكون في امريكا بتوظف فيها وهو في اي مكان، في اي بلد، في الاردن، في السعوديه، في اي مكان. فبالتالي انه صار في مهارات معينه ما فيها متخصصين، فصار لابد انه انت تدور على ناس متخصصين في هاي المجالات وهكذا. فبالتالي اليوم النصيحه انه كلنا نحاول ندور على هالشيء. موجود انه كيف وضع السوق، تغيرات السوق، بس طبعا بلا شك بدها اجتهاد، بدها توكل، وبدها انه احنا يكون عندنا افق ويكون عندنا مهاره ويكون عندنا كمان امل، يعني انه احنا نبني هاي المهارات مو شيء نستمتع فيه. يعني بصراحه الان هي فرصه للاستمتاع، يعني حتى انه الواحد لما يبني مهاره يفكر والله شو القطاع اللي انا فعلا بقدر ابدع فيه، مش انه انا والله اختار مهاره وانا بعرفش ابدع فيها. مثلا انا اذا ما كان عندي مهارات بالرسم ولهذا مش موضوع اروح جرافيكال ديزاينر، يعني انا ما عندي مهاره بالرسم اصلا، يعني وين اروح جرافيكال ديزاينر؟ فبالتالي هكذا اذا انا ما عندي مهاره تحليليه صعب اروح داتا اناليتكس. طب انا ما عندي مهارات، ما عنديش قدره تحليليه، خليني ابنيها اول بعدين اروح على داتا اناليتكس. يعني اشتغل بالشيء اللي بتوقع انه بفيدني وبيساعدني يعني، وان شاء الله انه الفرص باذن الله تكون موجوده.
طبعا نطلع هون على هذا التقرير ايضا، هو قلنا وين السوق رايح، يعني ايش المهارات اللي اليوم مطلوبه اكثر شيء، مثلا هاي مش مهارات كهيك، كمهارات الموظف مش كادوات، يعني مثلا الكرياتيفيتي، انك تكون انسان مبدع. شوف الانسان المبدع كم الان حجم الطلب عليه بزايد بشكل كبير. كوجنيتيف فليكسيبيليتي، يعني يكون في مرونه في التفكير، انه يكون في عندك ايموشنال انتليجنس، الذكاء اجتماعي، تقدر انت تحلل وهكذا. ففي اشياء كثير اليوم بدنا نبنيها هاي المهارات، يعني حتلاقي على الانترنت، على الناس اللي بيدرسوا على كورسيرا، على الناس اللي بيشوفوا يوديمي، الناس اللي بيشوفوا كل هاي الاشياء قابله للتعلم، بس احنا بدنا نشوف مين الشخص اللي ممكن نعلمنا اياها، مين الشخص اللي احنا بيساعدنا نتعلمها ونمشي معه ونروح معه. وفي مصطلح انا بصراحه بحب استخدمه مرات، اللي هو ذا ديزاير باث، يعني انه احنا نمشي بالشيء اللي بنرغب فيه، ما نمشي بشيء عكس رغباتنا وعكس توجهاتنا وفي الاخر نقول والله لا يعني ما بمشيش معي هذا المجال. لا، اليوم انت شو ما درست، درست هندسه ولا كمبيوتر ولا طب ولا غيره، شوف الشيء اللي بتوافق مع مهاراتك من ناحيه انك توظف هذا الشيء اللي انت درسته، توظفه بشكل كبير في يعني انك تبني لنفسك مستقبل. طبعا احنا بنشوف كيف مثلا كمان اللي هي مهارات العمل، زي ما قلنا يعني زمان كان في عندك انت في هيراركي بالشركه، موظف، موظف اول، تترقى بشكل تدريجي وكذا. اليوم صار في فرصه ان انت تدخل الشركه وتترقى بشكل مختلف، صار في فرصه ان انت تعمل جوينت فينشر مع امبلويز، يعني موظفين اثنين ثلاثه يعملوا شراكه ويعملوا شو اسمه. طبعا هاي بدات من اول، اليوم احنا لسه تطورنا اكثر وصرنا نيجي نعمل انه في عندنا كونتراكترز، كونتراكتر بيجي بيعمل مهمه محدده وبيمشي. صار في عندنا جيج وركرز، جيج وركرز برضه انه نفس الشيء، انه عنده مهاره معينه بيعمل مهمه وبعدين بيخلص. فعندنا الكراود، الكراود مانجمنت او الكراود سورسنج، انه انا في مثلا والله بتيجي قبل بتعلن بتقول انا اللي بكتشف ثغره في نظام التشغيل عندي بدفع له $50,000 مثلا. فهي فرصه لبعض الناس اللي هو بحاول يفكر، او اللي عنده فكره معينه. بعض الشركات تعلن عن مشاكل، والله انا عندي مشكله فلانيه ومش عارف الاقي لها حل، اللي بحل هاي المشكله بدفع له $10,000 مثلا. فبالتالي هاي برضه فرص لنا انه احنا كمان ندور على هاي الفرص، نشوف نقدر نعمل فرصه جديده، نقدر نعمل اي شيء. فدائما انه نمشي ونفكر بهاي الطريقه. طبعا هذا بياثر علينا احنا، بياثر على الشركات، بياثر بشكل عام، انه احنا لازم الان الشركه يكون في عندهم بيربس وفاليو، ان هم الشركه يكون في عندهم قيم جديده تتغير. مثلا زمان احنا كنا نركز انه الشركه تربح، اليوم لا، احنا بنركز انه الشركه لازم يكون لها قيمه. يعني الشركه حتى لو ربحت لفتره معينه، اذا ما كان عندها منتج شيء قوي بعد شوي راح تضمحل. التيمز اللي بنعملها احنا، لازم نعمل تيم مشترك من عده جهات، من عده افكار. اذا بدي اعمل اليه معينه بحط فيهم المهندس، بحط الطبيب، بحط الشخص اللي عنده سنه 20 سنه خبره، والشخص اللي معه سنتين خبره، بحطهم فريق عمل عشان ينتج لي منتج معين. الليدرشيب اليوم صارت سبورتيف، يعني هي فقط اللي المدير دوره انه يساعد الناس في الابتكار، مش دوره في انه يجي مثلا لا والله بدي اعطيك اوامر وتعليمات ولازم تنفذ وتمشي. بيختلف اكسبيرمنت اند ادابت، يعني لا، خلينا كمان انه نفكر انه شو التجارب اللي بنعملها، شو التغيير التطوير، التالنتس الموجودة عندنا نطورها، المهارات وهكذا. الشفافية، يعني زمان كانت المعلومات حكرا على مجلس الإدارة مثلا، اليوم صار انه انا ممكن المعلومات اشاركها مع الموظفين، اشاركها مع الناس عشان يلاقوا لي حلول. يعني مثلا في المبادرات الموجودة عندك الاوبن داتا، الاوبن داتا كثير من الشركات، كثير من المؤسسات الحكومية غيرها تنشر معلوماتها على اساس انه الناس يشتغلوا في هاي المعلومات ويلاقوا فرص، يلاقوا تحسين، يلاقوا اليات تحسين، احسن بيئة العمل، احسن بيئة، احسن شيء معين. في مثلا كمان اللي هي الديسيجن ميكنج، انا اليوم بدل ما انا اكون لازم كل شيء القرارات تتركز في عند المدير، والله ممكن اليوم انا اوزع انا هاي القرارات، بالمقابل اثق بالناس اللي عندي واعطيهم شيء من الحريه والثقه اللي يشتغلوا فيها. طبعا اللي بدنا نحكي انه اليوم يعني يجب ان نعمل اليوم، يعني ما في مجال ناجل. احنا سواء كنا طلاب ولا ما كنا لازم نفكر من اليوم، to act now start now. وما في حدا يعني يقول والله انا الجامعه علمتني اشياء غلط وانا ما بعرف اتعلم من الجامعه والدكتور ما بعرف ايش ماله. كل واحد هو يعني نسيج وحده، فراح يتوكل على الله ويمشي ويمضي، يعني وربنا بييسر الامور، يعني الله سبحانه خلق الكون عشان يعمر يعني. فبالتاكيد انه لابد الفرص موجوده. غير هيك طبعا بدنا نفكر يعني على مستوى قصير، ما بدنا نفكر والله انه يعني فرصه ونمشي فيها، ما بدنا نفكر انه والله لازم المنتج يكون كامل 100% عشان اقدر اطلعه على السوق. لا، انت عندك فكره اليوم طلعها وسوقها وامشي فيها وهكذا. فانا افكر فيها، افكر كيف بدي اتشارك مع الناس، كيف انه مين راح يتعاون معي، افكر كيف انه انا ابني صلاحيات وكيف يستمر هذا المشروع اللي انا بديت فيه. فكل هاي الاشياء اليوم لازم ننصح بعضنا فيها ونمشي فيها.
يعني تقريبا احنا وصلنا عند النهايه، انه بقينا شيء بسيط ان شاء الله، لكن بهمنا نحكي انه يعني مثلا مثال بسيط، موضوع التكنولوجيا. يعني احنا ناس اشتغلنا في التكنولوجيا، انا مهندس كهرباء اساسا، اشتغلت مهندس اتصالات في الماجستير، بعد هيك اشتغلت في قطاع التكنولوجيا من اداره مشاريع لتشغيل اشياء كثيره، لاداره اتصالات لغيرها. فطبعا خلال هاي الاشياء بالتاكيد يعني اشياء كثيره تغيرت علينا. واليوم انا لما بندير مشاريع مدن ذكيه او مشاريع تحول رقمي، الوضع اختلف تماما. يعني احنا كوننا مجموعه من المهارات، كل هاي المهارات اليوم بتوظفها بشكل مختلف. حتى احنا في التكنولوجيا، يعني زمان كنت مسؤوليتك تدير سيرفر، تدير الناس يشتغلوا في الشبكات، في شويه برمجه وشويه. اليوم هذا ما له سوق صراحه. يعني اليوم كل شغلك بده يكون انه انت تركز على البزنس، تعمل شراكه مع البزنس، وتعرف كيف انه انت بتقدر تفيد الشركه، مش تضلك جالس لحالك هيك في الزاويه تقول انا والله اي تي. نفس الشيء مثلا موضوع الكوست سنتر، الناس كانوا يفكروا فيك انت والله انت الاي تي بتستهلكوا فلوس، بتاخذوا فلوس وعلى الفاضي مش شايفين منكم شيء. يعني هو السيرفر اللي قاعد وبيشتغل لحاله، طبعا هو مش حقيقي، بس يعني اليوم ان السيرفر هذا نقلناه للكلاود، واحنا بدينا كاي تي نشتغل في اشياء اخرى عشان نطور البزنس ونفكر البزنس. نفس الشيء انه احنا اليوم بنفكر كنقدم قيمه حقيقيه للشركه، بدل ما نعطيهم خدمه، اعمل لك صيانه للكمبيوتر، اعمل لك صيانه للتطبيقات، واعمل لك صيانه للاشياء اللي عندك وهكذا. فانا اليوم لا، بقدم لك فكره حقيقيه. حتى موضوع المخاطر، يعني زمان كنا نقول سايبر سيكيورتي، انا عندي بحط فاير وول وبحمي الاجهزه اللي عندي وبحط عليها شويه حمايه وهكذا. اليوم انا هاي الحمايه بسلمها لشركه اخرى، وانا بتفرغ انه انا اعمل مخاطر العمل، ايش البزنس ريسكس الموجوده، كيف انا اعملها وكيف اوظفها لمصلحتي واغير فيها. هذا تغير صار طبعا. يعني اليوم هاي قوى كثيره جدا تؤثر على القوى التكنولوجيه الموجوده، وهاي القوى اللي بتاثر بشكل كبير احنا اليوم لازم نتعامل معها بشكل كبير، اللي هو الديسربشن. لانه احنا كمان في الاخر كتكنولوجي بير بدناش نخسر وظائفنا اذا الشركه هي خسرت وظيفتها. فبالتالي احنا طبعا بهمنا انه الشركه تنمو وتكبر، مش تكون فقط تصير ديستربتد. يعني التكنولوجيا طريقتنا احنا في العمل مع الناس وتقديم الخدمات اختلفت. الاعمال الموظفين لنا اليوم، احنا بامكاننا نعمل قائمه من الناس اللي بيشتغلوا معنا في اكثر من بلد عشان يحققوا لنا هذا الهدف، نستشير مستشارين في اماكن مختلفه، نطلب مهارات معينه وهكذا، ونمشي بشكل مختلف. برودكت مانجمنت كل يوم الشغل انا عندي بعتبرها كمنتج، كيف بدي اسوقه وامشي، حتى كيف بدي اسوقه داخل الشركه اللي انا فيها. طبعا يعني اذا زال بعض الناس متشككين في موضوع التحول الرقمي وموضوع التكنولوجيا، يعني فانا بقول سبحان الله، يعني احنا في 1970 كانت بعض الشركات زي شركه رينو مثلا تعلن نقول والله ايش، بعض الناس لا يزالوا متشككين في جدوى السياره، وانه لازم انه بيعتقدوا انهم لابد يستخدموا الحصان، والحصان احسن وبوفر بالاكل، ما بوق يعني ما بده بنزين وهكذا، فبالتالي تقدر تعتمد عليه احسن من السياره. فيعني الوضع احيانا بيصير بنفس الطريقه. وطبعا في الختام انا عندي بجوز بعض الاشياء بس نتوقف في هذه النقطه. بنقول ان احنا في اكسبيرينس جاب، دائما في اختلاف بتوقعات، في الناس فعلا في اكسبيرينس معينه وفي اشياء معينه. بدنا نحاول احنا نستكشف شو هي الجاب هاي، شو هي الفجوه بالمهارات، شو هي الفجوه الموجوده، ونبني عليها ونحاول انه نستفيد بشكل كبير في الموضوع. انا من جهتي هذا اللي عندي. بعرف الشباب عندهم في الواي اي هم يديروا امور، فانا بالنسبه لي هذا تقريبا خلصت المحاضره هون، لانه الجزء الاخر بجوز نطول فيه لو مشينا. فتفضلوا اذا عندكم اي شيء بشكل اساسي، ممكن اشارك انا معكم المحاضره في المحصله لو حدا الناس بحب يستزيد او انه يتعلم اشياء اضافيه. يعطيك العافيه رب مهندس محمد شعلان. هلا في عنا سؤال من نور، تحكي برايك شو ضل موضوع او احتياج لسه ما عملوا له تحول رقمي؟ والله هو في اشياء كثيره لما تم لها تحول رقمي بصراحه. يعني مثلا انا اعطيك مثال في قطاع العقار. مثلا في قطاع العقار عندك يعني قرار مهم واستراتيجي بيكون انه متى تبيع او متى تشتري ارض، او بناء على كميه كبيره جدا من المعلومات. يعني لغايه الان احنا بنعتمد مثلا هاي الشغله بنعتمد عليها كخبراء لسه، مثلا يعني حتى يعني الذكاء الاصطناعي وكذا ما بيقدر يعطينا تحليل لمثل هاي الاشياء، فلا بد نعتمد عليها. مثلا هذا قطاع ممكن بعض الناس يمشوا فيه، اللي هو قطاع الذكاء الصناعي، كيف تبني انت. يعني زي ما ضربت مثال في موضوع الشيكات، يعني عند الشيكات اليوم صرنا نقدر نستغني عن موظف البنك عشان انه ندخل الشيك مباشره ينزل في حسابك بنفس الوقت وبنفس اليوم. فبالتالي صار في مجالات. يعني بس هي دائما احنا بنحكي ثغرات معينه. يعني انت تفكر بفكره ابتكاريه،
يعني بتشوف مثلا قطاع، يعني مثلا واحد من الاشياء اللي هو تصميم الازياء ثلاثيه الابعاد. يعني هذا الشيء الان له سوق رائج، يعني بعض الناس بيشتروا ملابس على الانترنت فقط عشان هو يلبس هاي الشغله على الانترنت ويصور فيها على الانترنت، يعني فعليا هي مش موجوده، بس هو بتصور فيها عشان يظهر بمظهر معين وينشر صوره، هو ما اشترى البضاعه هاي اصلا. هذا مثلا مجال، يعني في عندنا مثلا مواضيع لها علاقه بالكاستمر اكسبيرينس وكيف تتوقع سلوك العميل، برضه نفس الشيء. يعني فهي يعني احنا ما بنتحدث عن نطاق كامل او نطاق، يعني نحكي والله قطاع العقار كله لم يتم تحول رقمي له، لا، نتحدث انه في جزئيات في قطاع العقار ما صار لها تحول رقمي وهكذا. فاحنا بنتحدث انه في جزئيات معينه ما صار لها تحول رقمي، فبالتالي بعدين طبعا يعني هذا على مستوى الناس اللي اخذوا القياده في التحول الرقمي، لكن بنفس الوقت في شركات لا تزال بحاجه الى عدد كبير من الناس اللي يعملوا تحول. يعني احنا شفنا لسه في عندنا كريم واوبر، لكن في شركات كثيره من شركات التاكسي او سيارات تاجير ما دخلوا ولا استخدموا التكنولوجيا اصلا، فهذول لابد انهم يدخلوا في رحله التحول الرقمي عشان يستطيعوا يواكبوا السوق. فبالتالي يعني احنا كشخص متخصص في التحول الرقمي لابد انه يعني يدخل في كل شركه، سواء كانت شركه كبيره او صغيره، حكومات. يعني احنا اليوم مثلا مع انتشار كورونا مثلا في صار تطبيقات للتباعد الاجتماعي، صار تطبيقات لقياس الحراره، صار في تطبيقات كثيره وهكذا. كل هاي الاشياء يعني صارت فرصه، صنعت لناس فرصه معينه، فدائما الفرص موجوده، بس طبعا زي ما قلت بدنا نبحث عنها. وفي ناس كثير ترى بحطوا مشاكل، يعني في شركات بتحط مشاكلها على الانترنت وبتدور على مين يحل هاي المشكله، وهذا قطاع يستفاد منه احيانا. في سؤال، يعني أنا عندي سؤال، إنه من خلال تجربتنا بالوضع الوبائي، هل في نطاقات أو يعني تشجعت بعض الشركات إلى إنه تتحول لموضوع التحول الرقمي؟ يعني هل كانت التجربة كافية إنه نتحول لهذا المجال؟ طبعا هو استخدام التقنيات عن بعد في حد ذاته ليس فقط ليس تحول رقمي، يعني إذا إحنا قلنا والله خلينا نشتغل ريموتلي ونشتغل شوية تطبيقات، هذا ليس بحد ذاته تحول رقمي، لأنه التحول الرقمي إنك تغير البيئة الكاملة وتغير طريقتك في العمل. يعني البنك لما نيجي نحكي انه صار تقدر تصرف الشيك مباشرة، هذا تحول. لما نيجي نحكي انه اوبر او كريم تطلب تاكسي، هذا تحول. لكن هذا اللي صار هو شجع الشركات على التحول الرقمي. يعني الشركة جزء من السلايدات اللي انا عرضتها الان، انه اليوم في 80% من الشركات مقتنعة بالتحول الرقمي، يعني لغاية الان يعني مع كل اللي صار في 80% فقط مقتنعين بالتحول الرقمي. يعني في عندنا 20% من الشركات لا تزال تعتقد انها غير مقتنعة بالتحول الرقمي او انه غير ضروري. وقبل هيك طبعا كانت نسبة أقل، يعني كانت نسبة بالأربعينات، كانت نسبة حوالي 40% من الشركات المتشجعة على التحول الرقمي، اليوم نحكي عن 80%. فاللي سواه كورونا فعلا أنه خلى الناس يعني متيقنين أنه لا والله التحول الرقمي صار ضرورة، رفع النسبة بشكل كبير جدا، لكن لا يزال الناس متشككين ترى، يعني ما يغرك. تفضلي. ولكن يعني بداية اقتناع بعض الخطوات، هي خطوة، احنا بنمشي خطوه، والخطوه طبعا بالتاكيد انه انت لما تسوق فكرتك لابد انك تمشي فيها خطوه بخطوه، ما يعني من الصعب انك تيجي يعني احنا يعني في قطاع التكنولوجيا دائما كنا نحاول مع مجالس الاداره ومع الشركات انه والله بدنا نطوركم في الناحيه الفلانيه، يقول لك لا انت بدك تغلبني وتعقد علي الامور وتعمل لي. اليوم لما صار هو يشوف انه فعلا في منافسه وفي احتدام وفي كذا، صار يغير رايه، فصار هو يجيك يقول لك والله انا اليوم عندي المشكله هاي، انت شو عندك حلول؟ تعال اشتغل معي، تعال اجلس معي في البورد عشان نشوف حل من اول يوم، تخليك معي، ما بدي اياك تجيني بعد باخر المشروع اقول لك والله في مشروع ادخلك فيه ولا ما ادخلك. فالوضع اختلف طبعا، اختلف بشكل كبير جدا. من الناس اللي انتبهوا، الناس اللي لسه نايمين يعني في ناس، لكن الحمد لله اقل صاروا. هيك يعني انتهت الاسئله. جدا جدا كانت المحاضرة رائعة، يعني وأنا شخصيا استفدت كتير بالموضوع، يعني كان بطريقة يعني ممتعة ومفيدة بنفس الوقت، فيعطيك ألف عافية على المحاضرة المميزة. الله يعافيك يا ربي، ويعطيكم العافية على إدارتكم للموضوع وعلى دعوتكم الكريمة، وإن شاء الله يكون الجميع استفاد يا رب. الله يعافيك يا رب، يعطيك ألف عافية. الله يخليك، أهلا وسهلا، في أمان الله، مع السلامة.